احنا بادئين متاخر النهارده. طيب المحاضره النهارده هتتكلم عن الارش انومالي. هي واحده من المحاضرات اللي هي فيها تجميعات كتيره عشان نقدر ان احنا نشخص الارش انومالي اللي موجود فيه. طيب لما نقول الارش انومالي كده حد يقدر يقول لي احنا بنتكلم على ايه؟ يعني هو بيفكروا في ايه لما يجي الارش انومالي؟ شيماء كوار بلس كورتيكال الاي الارش انوماليز هي حاجه مش ممسوكه، يعني لغايه دلوقتي احنا سمعنا كواركتيشن اتس هيموداينامك مثلا او اناتوميكال، وسمعنا ابرنت ليفت رايت سبكليفيان، هي ممكن تكون ابرنت. ايه بقى كلاسيفيكيشن؟ يعني انا لما اجي اتكلم على الانوماليز بتاعه الاورتيك ارش في كلاسيفيكيشن في الدنيا ولا لا؟ مش دايما انا ببدا في محاضراتي بالامبريولوجي، ما بحسش ان انت لازم في بيزك ليفل تكون فاهم امبريولوجي، بس دي واحده من المحاضرات اللي انا شايفه ان احنا هنقعد 10 دقايق كده مع بعض نتكلم فيها في الامبريولوجي، وبعد هنفهم ان هو ده مفتاح فهم الارش انوماليز. يعني هنقول ايه؟ احنا بنتكلم عن الاورتيك ارش بيجي في دماغنا المنظر ده، مش كده؟ بيجي في دماغنا المنظر ده، بس هو حقيقه ان الاورتيك ارش مش زي ما انت شايفه كده. الاورتيك ارش هو عباره عن كده. ايه الفرق ما بين الصوره دي والصوره دي؟ او احنا قصدنا نقول ايه؟ قصدنا ان كل حته من الاورتيك ارش جايه بتروح لشكل من اورجن ثاني، من اورجن مختلف، علشان كده في بعض الحاجات بتبقى متوقعه عن بعض الحاجات. يعني الاورتيك ارش مش جاي امبريولوجيكالي من حته واحده قررت ان هي تبقى اورتيك ارش، هي جايه من حتت مختلفه. قدرتنا بقى على فهم الحتت المختلفه زي ما بقول لكم، انا ما بشرحش امبريولوجي خالص من محاضرات الكونجنتال في البدايه، لكن الارش هي واحده من المحاضرات اللي انا بشرحها ملي امبريولوجيكال، وانت بعد كده اللي جاي كله هتقدر تبكت اب لوحدك من ده. احنا عشان نفهم هو ده الالتيميت جول بتاعنا، ان احنا نعرف الاورتيك ارش. شايفين الاورتيك ارش عندي حته خضراء وصفراء وزرقاء وموف واحمر اللي موجود فيه هنا عشان يدينا القرش ده، واضح ان سنك بيجي من حته واحده مش كده؟ عشان الحته دي بقمرك ما هي الحته دي صح؟ طب ايه اللي جاب الشرق للغرب؟ واضح ان الحته دي هي كمان زي الحته دي، وبعدها عندنا لون اصفر منطوره في كل حته، فواضح ان احنا عندنا حدوته كده في الامبريولوجي حصلت عشان يبقى عندنا القرش اللي ادانا النيك فيسل اللي هو الفيرست برانش اللي موجود عندنا وسكند برانش وثيرد برانش. فهمناها كده؟ احنا دلوقتي هنفهم ان هي جايه منين. احنا امبريولوجيكلي مش مهم خالص الارقام، ومش مهم امتى جستيشنال ايج، والناس اللي بتشتغل امبريولوجي واناتومي عندنا هنا امبريولوجيكال ايج وجستيشن كده، مش عايزه اعرف التوقيتات اللي حصلت فيها، بس عايزه افهم هو ايه اللي حصل. احنا امبريولوجيكلي بيبقى عندنا الاورتا، بيبقى عندنا الانتيرور اورتا والدورسال اورتا، كويس كده؟ يبقى ده عندنا ده انتيرور اورتا اسمه الانتيرور اورتا، وده الدورسال اورتا اللي موجود عندنا. متوصلين ببعض عندنا بحاجه اسمها اورتيك ارش او الفرنجال ارش، فاكرينها الحته اللي هي بتاعت الامبريولوجي اللي موجوده عندنا دي، هي بتبقى متوصله ببعضها اللي موجوده فيها. طيب الدورسال اورتا بيبقى اثنين زي ما انتم شايفين كده، ويبقى متجمع في الاخر، وده الانتيرور اللي هي الحته الجرين اللي هي دارك جرين، ده الانتيرور الموجود عندنا. الاورتيك ارش ببساطه هي عباره عن ارقام تحت بعضها هتبدا بمنتهى هيفا واحد واثنين، مش كده؟ يبقى انا عندي في الاول، وكل واحد منهم هو مهمته ان هو يوصل الانتيرور اورتا والبوستيرور اورتا يمين وشمال. خلاص فهمنا كده؟ يبقى احنا عندنا انتيرور اورتا وبوستيرور اورتا، وهتوصلهم فرنجال ارشز الموجوده عندنا، او للتسهيل احنا نقول عليها الاورتيك ارشز الموجوده فيها، الاثنين مترادفات لمعنى واحد. طيب هيتوصلهم الاثنين ببعض، هيوصلهم من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال. شايفين اللون اللي هو السيمون ده الفيرست اورتيك ارش اللي موجود عندنا؟ بتاع الاخضر ده والاخضر اللي فوقيه اللي موجود عندنا ده الانتيرور اورتا اللي موجود فيه. طيب اول حاجه الفيرست اورتيك ارش والسكند اورتيك ارش، سهله كده؟ طيب بيجي بعدهم ايه؟ بعد واحد اثنين بيجي ايه؟ بيجي الثيرد اورتيك ارش. تمام؟ خلاص يبقى عندنا الفيرست اورتيك ارش، السكند اورتيك ارش، الثيرد اورتيك ارش. بعديها يجي ايه؟ فورث اورتيك ارش. بس لما بيظهر فورث اورتيك ارش بيختفي الاول. يبقى الاول بتخش معانا في التركيب او في الديفلوبمنت بتاعت نورمال اورتيك ارش. بيدخل في حاجات ثانيه هنتكلم عليها لما بنيجي. بس نورمالي ان الاول بيظهر وبيختفي. خلاص؟ وبعدين عندنا السكند عندنا يظهر الفورث اورتيك ارش، يحصل ايه بعديها كمان؟ يحصل السكند يختفي.
يبقى اول حاجه هنعرفها ان احنا كان عندنا انتيرو اورتا وعندنا بوستيرو اورتا وبيتوصلوا مع بعض بشويه اورتيك ارش. كويس، عندك الفيرست والسكند ظهروا واختفوا، الثيرد والفورث هيبقوا ريزيست هيكملوا معايا. يبقى احنا كده فاهمين فاهمين لحد دلوقتي. بعد كده يجي ايه؟ ما عندهاش فيبس اورتيك ارش. الهيومن الهيومن ما عندهاش فيبس اورتيك ارش. يبقى احنا نعمل 1 2 3 4 الهيومن ما فيهاش فيبس اورتيك ارش. بيجي بعديها السكس اورتيك ارش. خلاص سهله كده. يبقى احنا 1 2 3 4 1 2 بيختفوا. يبقى هنتكلم على 3 و4 اللي موجود عندنا. 5 ما فيش، لازم تبقى في دروب كده موجود فيها. السادس بقى، السادس بيطلع من البوستيرور من البوستيرور ويطلع لقدام، ما بيلحمش في الانتيرور اورتا. كويس، يبقى السكس اورتيك ارش الموجود عندنا ده الاول والثاني والثالث والرابع كانوا بيلحموا بتوين الانتيرور اورتا والبوستيرور اورتا يمين وشمال. السكس هيطلع من الدورسال، من دورسال اورتا اللي موجود عندنا، دورسال او بوستيرور عادي الناس بتتكلم عليها، دورسال بوستيرور الموجود عندنا ويطلع لقدام. هو مش بيلحم في الاورتا، امال ايه اللي بيتكون في الحته دي بعيدا عن تركيبه الاورتا؟ بيتكون هنا البلمونري فاسكولار بيد اللي موجوده هنا قدام موجود عندنا، اللي هي ثرو بروسيس لوحدها هتطلع لنا البلمونري ارتريز الرايت والليفت بلمونري ارتريز الموجود عندنا. يوم السكس اورتيك ارش يجي من قدام ويقرش ما يمسكش في الانتيرور او الفنترال اورتا. انا بحط دلوقتي المصطلحات الصعبه اللي رافعه لنا، فنترال يعني انتيرور، دورسال يعني بيستيرور، فنترال اورتا الموجود قدام ما يمسكش فيها، لكن يمسك في مين؟ بالبلمونري فاسكولار بيد. بفكرنا بحاجه، اورتا اورتا بلمونري. قادرين نشوف السكس اورتيك ارش ده هيعمل ايه؟ هيعمل بي دي اي، مش كده؟ ده اللي هيعمل بي دي اي بعد. خلاص كده فهمناها؟ احنا كده خلصنا الاورتيك ارش. يبقى احنا عندنا 1 و2 و3 و4 الاول والثاني بيختفوا زي ما ظهروا زي ما بيروحوا، ما لهمش دعوه بتركيب، ليهم دعوه بحاجات ثانيه لكن ما لهمش دعوه بتركيبات الارش. الثالث والرابع هيبقوا بيرسيستنت ودول ولاد ناس، بيوصلوا فنترال اورتا بالدورسال اورتا. ما عندناش فيفث اورتيك ارش في البني ادمين. السكس اورتيك ارش بيطلع من الدورسال اورتا ويطلع لقدام، ما بيمسكش في الانتيرور اورتا او الفنترال اورتا، بيمسك في البلمونري فاسكولار. خلاص خلصت كده؟ طيب في حاجات عندنا اسمها انتركوستال ارتريز. اكيد عندنا 1 و2 و3 و4 و5 و6 و5 و6 و7 ماشي كده. اللي يهمنا في الاورتيك ارش اللي موجود عندنا السكس انتركوستال اورتيك اللي موجود عندنا. اللي موجود السكس انتركوستال اورتا، الانتركوستال ارتريز دي طالعه من الدورسال اورتا، طالعه على الناحيتين. بنسيبنا من 1 و2 و3 و4 بيعملوا حاجات ثانيه، بس هنمسك السادس. شايفينها كده؟ شايفين ان دلوقتي ان السكس اورتيك ارش اللي هو في الصوره اللي فاتت كان طالع من الدورسال اورتا، من الدورسال اورتا دلوقتي لحم مع البلمونري فاسكولار باد. فكرنا بالبي دي اي مش كده؟ فكرنا بحدود البي دي اي. احنا من بدايتها كده عرفنا ان السكس اورتيك ارش ده هو ده اللي هيعمل البي دي اي. ولقينا عندنا حاجه اسمها السكس انتركوستال السكس انتركوستال ارتريز اللي موجوده عندنا، صح كده؟ شايفينها كده؟ خلاص سهله؟ طيب ايه اللي هيحصل الخطوه اللي بعد كده؟ ما عندناش حاجه جديده هتظهر، هيبدا بعد كده يحصل ريجريشن لشويه حاجات. بصوا معايا على الصوره دي، حد لاحظ حاجه؟ دي صوره اهي. حصل ثلاث حاجات. حصل ان الدورسال اورتا على الناحيتين اختفى، فمن هنا نبدا نفهم ان الثيرد اورتيك ارش مش هيبارتسيبيت في الارش، او ده هيبارتسيبيت في ايه؟ في النجم السنسي. يبقى انا عندي هنا اللون الاحمر اللي كان فوق واللون الاحمر اللي كان هنا، دول ما تنسوش دول كانوا دورسال اورتا مش كده؟ اتفكت الحته اللي ما بينهم ريجريسد اللي هي ما بين الثالث والرابع، يبقى الثالث هيطلع معانا فوق في النجم السنسي. خلاص هو وبقيه الدورسال اورتا اللي موجوده عندنا، دي اول حاجه حصلت. تاني حاجة حصلت ايه؟ شايفين السايز بتاع السكس اورتيك ارش على الناحية الشمال والسايز بتاع السكس اورتيك ارش على الناحية اليمين؟ ايه اللي حصل هنا؟ بداية ريجريشن هيبدأ يختفي، السكس اورتيك ارش على الناحية اليمين بيختفي. خلاص؟ حصل حاجة كمان، شايفين السكس انتركوستال اورتيك ارتري انا سايبة اسمه هنا، هو ايه اللي حصل؟ بيموف بيكريب لفوق، هيتنوا يكريب لفوق. نرجع تاني من الصورة دي، يبقى احنا دلوقتي حصل ايه؟ حصل ان احنا كان عندنا بعد ما ظهرت الارشز وعرفنا احنا بنتعامل مع ايه؟ بنتعامل مع 2 و3 و4 و6 صح؟ وحاجه واحد كده من انتركوستال ارتريز ماشي معانا. اللي ما بين الثالث والرابع هيختفوا عشان يسمحوا للثيرد اورتيك ارش يبقى نيك فيسلز. والسكس ارش اليمين هيختفي عشان كده دايما عندنا بي دي اي شمال. فاهمانها دي كانت ايه؟ طب لما عندنا بي دي اي يمين عرفتوا انها هتبقى ايه؟
طيب دي موجوده هنا، والانتركوستال ارتريس ده بيتفسح، شايفين اسمه كان موجود هنا وهو كان موجود هنا، بقى فين بعد كده؟ هيتنو هيتنو يكريب بيكريب بيكريب لغايه ما يطلع لفوق، لغايه ما يقف عند مين؟ هيقف عند ليفل الفورث اورتيك ارش، ما يعرفش يعدي عشان مفيش حته يتزحلق عليها، ما هو عمال يتزحلق على الدورسال اورتيك ارش، عمال يكريب لفوق. هو الدورسال اورتا اتقطع بين الثالث والرابع صح؟ هو هيقف عند الرابع. البتاع اللي بيتفسح ده اللي بيعمل لنا سبكليبيان، عشان كده عمرنا ما سمعنا عن ابرنت كاروتيد. فيري رير لما نسمع عن ابرنت بريكوكيفاليك، بس السبكليبيان بيتفسح. نسمع عن ابرنت رايت سبكليبيان، ابرنت ليفت سبكليبيان، عرفته ليه؟ عشان هو اوريجينالي بيطلع من تحت لفوق، فينفع ان هو يقف في اي مرحله. فهمتوها؟ فهمتوا ده؟ ان 6 ان 6 انت بتوصل اورتيك ارشي. طيب نمشي اكتر، هيحصل ايه بعديها؟ السكس انتركوستال اورتيك ارتري اتلغى خلاص، ما بقاش موجود، اتشال من المعادله. يبقى معنى ذلك ان الرايت بلمونري ارتري مش متصل على فكره بالاورتا خلاص، وتاني هنا ده بريزيستنت موجود هنا. كويس، حصل ايه؟ شايفين السكس اورتيك، شايفين السكس انتركوستال ارتري بيعمل ايه؟ بيكريب لفوق. هيعمل ايه بعد كده؟ هيكريب اكتر، بس هيتني بقى فين؟ انتوا شايفين مين اللي بيرجرس؟ الرايت دورسال اورتا هيتنو ريجريس، هيتنو ريجريس لغايه ما يختفي، هيرجريس اكتر دلوقتي. شايفين هنا وهنا الانتركوستال ارتري اللي هو لونه جرين فاتح ده ما يعرفش يعدي الفورس اورتيك ارش، شايفينها؟ وبعدين دي الصوره الفاينل اللي احنا عارفينها صح؟ دي صوره الارش اللي احنا عارفينها. نرجع بعد كده، نرجع سوا، هو ايه اللي حصل؟ حصل ان انا عندي فنترال اورتا والتورسال اورتا. الفنترال اورتا ليه اتنين انتنه كده بس، لكن مش مفصولين عن بعض، لكن الدورسال اورتا عندي يمين وشمال. يحصل ان احنا تشبك ما بينهم ايه؟ تشبك ما بينهم فرنشال ارشز او اورتيك ارشز، واحد واثنين وثلاثه واربعه، واحد واثنين ما بيدخلوش معانا في المعادله، ثلاثه واربعه بيدخلوا. ما عندناش حاجه اسمها الفيفث اورتيك ارش او فيفث فرنشال ارش، لكن عندنا السكس الموجود عندنا، السكس ده خلقه شويه يطلع من الدورسال ويطلع لقدام، ما يشبكش في الانتيرور او الفنترال اورتا، يشبك في البلمونري، في البلمونري بيت، ويطلع لنا حاجه زعنفه من تحت كده الانتركوستال ارتري اللي موجود عندنا. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان احنا الثالث والرابع بينفك الاتصال ما بينهم، فالثالث يبقى بيلونج للنيك فيسل، الرايت سكس اورتيك ارش بيختفي والانتركوستال ارتريز دي بتلاقيها تكريب لفوق، تكريب لفوق لغايه ما تقف عند منظر عند الفورث اورتيك ارش، وبعد كده الرايت دورسال ده يختفي، فيدينا منظر الليفت ارش اللي موجود عندنا، اللي موجود ده اللي مطلع البريكوكيفاليك، اللي مدي السبكليبيان اللي حته منه كان من الفورث ارش وحته منه من الانتركوستال، ويدينا كمان الكاروتيد، والكاروتيد هنا والسبكليبيان الليفت بيور من السكس انتركوستال. سهله كده؟ طيب فهمتوا ان احنا ليه عندنا ده موفي كده؟ انا هسيب لكم المحاضره دي، لكن هي موفي بيعبر، انتوا فاهمين دلوقتي الالوان دي مش كده؟ او اولموست قادرين تحسوا ايه اللي بيحصل؟ شايفين ده بيختفي ازاي؟ شايفين الثالث والرابع، الثالث هيختفي، الرابع بيبارتيسيبيت في الارش كده، ده السكس، والسكس هنا ده. سهله كده؟ فهمتوها؟ طيب ده النورمال ارش اللي موجود عندنا، زي ما قلنا احنا فهمنا ان الارش اللي موجود عندنا عباره عن حتت طالعه من بعضها، وده هيسهل لنا بعد كده حاجات كتيره موجوده. عرفنا ده كده خلاص، انا بشرح لكم بقول لكم ان الكاروتس جايه البيز بتاعها من الثيرد، الفورث ارش بيدخل في تركيب الليفت ارش، لكن بيدخل في جزء من الرايت سبكليبيا. البي دي اي جايه من السكس اورتيك ارش بريزيستنس اللي موجود، السبكليبيان اللي عندنا بيطلع تماما، الليفت سبكليبيان بيطلع منها وهنا بارت منها. فاهمينها كده؟ طيب ده المنظر بتاع الاناتومي اللي موجود عندنا، ده عباره عن التراكيه وراها الاسوفجس اللي موجود عندنا، وده عباره عن الليفت والرايت بلمونري ارتريز الموجود ده، وده يعني ايه ليفت اورتيك ارش؟ مش الموجود في الناحيه الليفت، الارش اللي بيكروس على الليفت سايد بتاع البرونكس. يعني ده تعريف، عشان لما نلاقي انوماليز ولا الونجيتد ولا الميديستانر كلها مترحله ناحيه الشمال، يبقى هو ده معناه ايه؟ اشوف البرونكس الشمال اللي بيقرش فوقيها، عشان كده سموها ليفت ارش. فهمتوها؟ طيب انا ازاي اوصل؟ يعني انا عايز دلوقتي اوصل للمنظر ده، ان انا عندي ليفت ارش اللي موجود عندنا بيقرش اوفر ذا ليفت برونكس، وبيدينا النيك بيسلز اللي موجود عندنا. انتوا شايفين
شايفين المنظر ده؟ شايفين المنظر ده؟ انا كل اللي هعمله اعمل ايه؟ هاخد انا دلوقتي شايفه اللنجوتي ده، انا هقطعه مقطع عرضي، هقطعه مقطع عرضي، ومش هقطعه في الستيج دي. امال هقطعه في انهي ستيج؟ هقطعه في الستيج دي، هاجي كده واعمله زي الطماطمايه واقطعه ترانش جواها كده، جوه دي هيبقى عندها تراكيه واسوفجس مش كده؟ وهنا لسه البلمونري تحت. بس بصوا معايا، لما اقطع ده مقطع اكزيال او ترانسفيرس هنشوف فيه ايه؟ عشان نقدر نشوف بعد كده الانوماليز اللي هتحصل، هيطلع لنا ده صح؟ عندنا اسندنج اورطه وكان عندنا ديسندنج اورطه الناحيه الثانيه صح؟ اللي واصل ما بينهم عباره عن ايه؟ عباره عن الاورتيك ارش رقم 4 عشان الثالث طلع فوق اللي موجود عندنا. طيب هو ده الثالث، ده الثالث اورتيك ارش اللي ادانا النيك فيسل. هيبقى عندنا هنا ايه؟ هيبقى عندنا البريكنج فاليك بيدينا رايت كورونري ورايت سبكليبيان، وبعدين الليفت اقصد الرايت كاروتيد والرايت سبكليبيان، والليفت كاروتيد والليفت سبكليبيان من الانتركوستر صح كده؟ صح؟ انتوا شايفين مقتنعين بكده؟ دي داية. دي كانت موجوده في وقت. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز يكون عندي ليفت اورتيك ارش، ليفت اورتيك ارش، وعايز يكون عندي بريكيو كيفاليك يديني السبكليبيان والكاروتيد اللي موجود، ويكون عندي السبكليبيان الليفت والليفت كاروتيد موجود كده. في حته واحده من الدايره دي لو ريجريست الدنيا هتتحل. الحته دي انا الحته، يعني انا الحته في الدايره دي شود بي ريجريست. اللي هي فين؟ دي صح؟ الحته دي لو ريجريست هيدينا منظر الارش ده، يبقى الحته دي فعلا لو ريجريس هيكون عندنا المنظر ده. هيحصل ايه؟ هيكون عندي اسندنج اورطا، اند يكون عندي ليفت اورتيك ارش موصلني بالديسندنج اورطا، والاثنين دول بقى بريكيو كيفاليك اللي موجودين فيها مديه الكاروتيد والسبكليبيان اللي موجوده عندنا صح؟ خليني اعمل معاكم برين ستورم كده. لو انا عايز يكون عندي ليفت ارش وذ ابارنت رايت سبكليبيان، انا الحته اللي هتريجريس. انا عايز يكون عندي ليفت ارش، انا عايز احافظ على ده صح؟ انا عايز احافظ على ده. انا عايز يكون عندي ابارنت سبكليبيان، يعني ابارنت رايت سبكليبيان، يعني الرايت سبكليبيان يطلع من الديسندنج اورتا، انا الحته هتريجريس. بالظبط، برافو عليك. هيحصل ريجريشن للحته دي وابنورمال ريزيستنس للحته دي، لان الحته دي كان لازم تختفي، فالحته دي مش هتختفي. فهمتوها؟ انا عايز يكون عندي رايت ارش، رايت ارش وذ ميرور ايمج، وذ ميرور ايمج للنيك فيسلز. انا عايز ما مش بحفظ، انا عايز احافظ على ده ماشي. وعايز ده يكون البريكيو كيفاليك اللي هو رايح ناحيه الشمال، وعايز ده كل واحد يطلع لوحده. انا حتى شوف بي ريجريس الحته دي. فهمتوها؟ اند ابنورمالي بريزيستنس للحته اللي كان المفروض ريجريس صح؟ فهمتوها؟ فهمتوا ان الامبريولوجي لو احنا فهمناه نسمع المحاضره دي مره كمان ونعملهم. انا عاملاهم كلهم بالالوان لان هي دي ببساطه. لو فهمت الامبريولوجي هو انت فهمت كل الاناتوميكال فاريشن بتاعت الارش. فهمتوها؟ انا ببساطه عايز ايه؟ اتخيل المقطع ده قدامي واتخيل ده. هنجو ثرو بالتفصيل كمان شويه. حاجه واحده بس عايزه اقولها قبل ما ادخل في الكلاسيفيكيشن، زي ما قلنا عليها السيبريشن في الفيتال لايف. في الفيتال لايف السيبريشن بتاعت الاسندنج اورتا والديسندنج اورتا مش مربوطين ببعضهم. الاسندنج اورتا بياخد من الهارت كويس، لكن الديسندنج اورتا بياخد من البي تي اي، بياخد من البلمونري. شايفين كده اللنج مقفوله على بعضها، مفيش بلاد بيروح، مفيش بلاد بياخد، بياخد الاكسجينيشن من الام، مفيش فيتر. في الفيتر سيبريشن ما عندناش لنج شغاله، فهو من هنا من الرايت اللي موجود عندنا. شايفين هنا ده اللفت يطلع مع الاسندنج اورتا، لكن الديسندنج اورتا بيملى من البي دي اي ويتنوا نازل لتحت. حتى اقول لكم حاجه، بامارات بتوع البيدياتريك اللي بيشتغلوا اللي عندهم هايبوبلاستيك ليفت هارت سندروم، تقوم تلاقي ان الاسندنج اورتا صغير وتلاقي انك بسز متاثره لانها بتتملي من الليفت سايد، لكن الديسندنج اورتا بيبقى صغير ملوش دعوه. هو البلاد اللي جاي في 75% من السيركيليشن اللي موجوده اللي بتعدي في الفيتال لاين منها من الديسندنج اورتا معتمد على البي دي اي. البي دي اي دي يبقى فهمنا، يبقى الفلو ثيوري عندنا الحته بتاعه الازمس دي مش هتكبر الا اذا عدى فيها فلو. هو ايش ويتش از اكشوالي 75% منه بيعدي من الرايت سايد. طب لو ما عداش عندي فلو موجود فيها هيكبر؟
هيتكون كوركيتيشن اللي احنا بنقول عليها او الانتربتد او الهايبوبلاستيك. يبقى هو الازمس في الفيتا منه معتبر على 75% من السيركيليشن اللي جايه له من دي جوه كده. طيب احنا عملنا الاكسرسايز ده قبل ما نبدا، لما حد بيقول لنا ارش انومالي ما بيبقاش واضح في ذهننا هو مفترض هو بيكلمنا على ايه. يعني لما بيقول لنا ارش انومالي هو احتمال يكون بيكلمنا على الكوركيتيشن، احتمال يكون بيكلمنا عن الانتربشن او التك ارش، واحتمال يكون بيكلمنا عن الابارنس الكليب، احتمال يكون حد فيكم سمع اللي هو البافل ارش، يقول لك يقول لك ده الارش لايك بافل ارش، سمعتوا التعبير ده؟ ابوفايت اسمه ابوفايت. هو بيتكلم على ايه بالظبط؟ واكشوالي مفيش كلاسيفيكيشن كانت في كتاب واضح، يعني لما جينا نعمل الكلام ده ما لقيناهاش في كلام واضح. فلقينا ان اكتر طريقه تقدر تفهمنا الارش انوماليز اون كلينيكال بيزز ان احنا نقسمها اناتوميكال ابنورماليتيز وفلو ابنورماليتيز. سهله كده. يبقى احنا دلوقتي لما حد يكلمني عن ارش انومالي اسال نفسي هو بيكلمني على اناتوميكال ابنورماليتيز ولا بيكلمني على فلو ابنورماليتيز. لو بيكلمني على اناتوميكال ابنورماليتيز الحدوته اللي احنا حكيناها دلوقتي هيحصل ايه؟ هيحصل ريجريشن لابنورمال بارت او بريزيستنت لبارت شود بي ريجريس. يعني هنا بريزيستنت اوف سيجمنت بس شود بي ريجريس، او ريجريشن لسيجمنت شود بي بريزيست. هو ده اللي هيعمل لك الاناتوميكال ابنورماليتيز في الارش. الفلو ابنورماليتيز هي اي ليجن ما يخليش بلاد كفايه يوصل للارش والديسندنج اورتا بتاعه. فهمتوها؟ طيب لما نيجي نعدي هنا، لما نيجي نقول عليها مره ثانيه الاناتوميكال ابنورماليتيز هنعدها هرجع لها كمان شويه، لكن الفلو ابنورماليتيز هي باي ديفولت اوبستراكتيف ليجن، مفيش ريجريتد ليجن في الارش. يبقى انا كان عندي اوبستراكتيف باثولوجي هيتراوح في السيفيريتي بتاعته اوبستراكتيف نص نص ولا ابستراكتيف سيفير ولا هو توتال ما وصلوش بلاد. فهمتوها؟ يبقى دي الفلو ابنورماليتيز وعباره عن ثلاثه هنجيبهم بالتفصيل. فاهمين متابعين معايا لحد دلوقتي؟ الاناتوميكال ليجنز اللي موجوده في القرش هتبقى حاجه من ثلاثه اللي احنا شايفين عليها. ابنورمال في القرش بوزيشن، ان القرش الموجود عندنا مش في مكانه. او سوبر نيوميراستي في القرش، يعني انا عندي قرش زياده، في قرش زياده موجود فيها. او يكون عندي ابنورماليتيز في النيك فيسلز برانشنج الموجوده عندها. فهمنا تقسيمه الاناتومي؟ تقسيمه الاناتومي ثلاثه، يعني انا عندي قرش موجود في مكانه، يعني هو قرش متكون صح وكل حاجه لكن مكانه ابنورمال، او انا عندي قرش زياده موجود عندي، او يكون عندي ابنورمال في برانشنج. خلاص فهمناها كده. طيب هنقف شويه كده بعد التقسيمه دي وناخد بريك كده. هو احنا ازاي بنصور القرش؟ يعني احنا دلوقتي هو تصوير القرش اللي موجود عندنا ده بيتصور ازاي؟ في كروس ايميجنج موداليتي زي السي تي والام ار اي، القرش ده بيتشاف فيها بسهوله. لكن احنا كلينيكالي اول حاجه بنتكلم فيها في تصوير القرش هي سوبرا سيمنال فيوز. دي فيوز مش مالوفه للادلت كارديولوجي، مش بيعرفوا يجيبوها. ده فيو منسي عندنا في السوبرا سيمنال فيو، ده فيو مالوف جدا بالنسبه للاطفال. هتجو ثرو سوبرا سيمنال فيوز عشان هي دي. هو مش صعب ان انت لو عارف ازاي تاخد سوبرا سيمنال فيوز انك انت تعملها، بس انت محتاج انك تعرف. طب اول حاجه سوبرا سيمنال فيوز دي من الفيوز اللي محتاجه بريباريشن. يعني بمعنى ايه؟ يعني هتفرق جدا كل التكنيكس اللي احنا بنقولها دلوقتي الموجوده عندها. العيان لازم يكون سوبايل ولازم يكون الشولدرز بتاعته مرفوعه. كل الناس اللي بتشتغل لازم تحط مخده او تحط حاجه ترفع، فعلا بتفرق ان هي يبقى في ما يبقاش كراودد على بعضيه كده. طيب احنا بنشتغل فين؟ احنا بنشتغل في السوبرا سيمنال فيو، بنشتغل هنا في الحته الموجوده دي اللي هي الانجلو فلويد. طيب احنا في السوبرا سيمنال فيوز عندنا اثنين فيوز، السوبرا سيمنال فيو كلها عباره عن اثنين فيوز موجوده عندنا، شورت اكسس ولونج اكسس. كويس. طب شورت اكسس ولونج اكسس بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على النوب بتاع البروب انت هتحطه فين. اي بروب ايكو اللي موجود كلكم، حتى اللي منكم مش كارديولوجيست هم راديولوجيست، فالبروب بيبقى فيه نوب، يا حاجه بتنور يا حاجه خشنه يا اي حاجه النوب بتاعتها. الفيوهين اللي موجودين عندنا اللي احنا بناخدهم النوب بيبقى عند الساعه 3 او عند كتف الشمال، او النوب عند الساعه 12 او عند دقن. خلاص سهله كده. يا اما تحط البروب يبقى موجود عند الساعه 3 او تحط البروب يبقى عند الساعه 12 موجوده كده. طيب هنشوف اول حاجه اللي موجوده عندنا. لو احنا هناخد اول فيو ده الشورت اكسس اللي موجود عندنا، النوب فيها بيبقى عند الساعه 3. يعني انت بتحط البروب كده تحطه عند الساعه 3 عند كتف العيان شمال، وعلى فكره ده في الرايت والليفت وكل حاجه كده. دي طريقه التصوير اللي موجوده عندنا. طيب احنا الحركه اللي موجوده عندنا بتبقى ازاي؟
ده بنت الدكتور وائل المشكور اللي اديه لنا، هو ده الدكتور وائل الشخصية اللي بيشتغل. شايفين الحركة بتكون ازاي؟ بيحط البرو وبيتحرك ازاي؟ بيتحرك لقدام وورا، فاهمينها ازاي؟ يعني البرو هوريزونتال، انتوا شايفين كده البرو موجود هوريزونتال، والحركة لقدام والورا، الحركة لقدام والورا علشان نشوف. طيب لما البيم بتاع البرو يقطع الاستراكشر اللي موجودة هنا هتشوف كده، احنا قاطعينهم، احنا قاطعينهم قاطعين قاطعين زي ما نكون بنقطع كرومونال كده، فيحصل ان ده الدومينانت وده السوبيرو فينا كيفا، فنشوفهم لونجيتيودنال. نيجي عند الاورطه ونقطعه، مش الاورطه ارش، هنقطعه كانه بنقطع خيارايه، بنقطعها بالاكسل، فهتلاقيها دايره، عشان كده سميناها شورت اكسس لان بتقطع الاورطه شورت اكسس. اللي ماشي تحت الاورطه على طول هو الرايت بلمونري، الرايت بلمونري رايح يودي لللنج، فهيتقطع يتقطع لونجيتيودنال، فتشوفه لونجيتيودنال كده. واللي موجود تحت ده الليفت اتريوم هيتقطع برضه بالنص، فهتشوفوا كده بيدخل فيه البلمونري فينس الموجوده، سهله كده. يبقى انتوا تخيلتوا الاستراكشر مع الجهاز ازاي؟ انا جاي كده البيم بتاعي بيقطع، بيقطع كرونال، بيقطع اي بي، هيعدي على الدومينانت فينوس سوبيرو فينا كيفا، يقطعهم لونجيتيودنالي، هيلاقي تحتيه الارش، هيقطعه زي هيقطعه شورت اكسس، وبعدين الرايت بلمونري، وبعدين سهله كده، فاهمينها؟ طيب يبقى انا هشوف البيو بتاعي، هشوف البيو بتاعي ازاي؟ مفهومه كده؟ مفهوم البيول الموجود عندنا كده، ده عباره عن النومينيت فين، ده عباره عن السوبيرو فينا كيفا اللي احنا شايفينه فوق، ده الاورطه اللي ماشي مفروض ورايح ناحيه اللنج اليمين، ده رايح بالمونري ارتري وده ليفت بالمونري ارتري وداخل فيه البالمونري بيز. مفهومه كده البيو اتسمى شورت اكسس ليه؟ علشان الاورطه نفسه، الاورطه مقطوع از شورت اكسس موجود فيها. ساعات نقول على البيو ده كراب فيو، ايه كراب فيو ده؟ زي كابوريا يعني، عشان البلمونري فينز ده هنا الليفت اتريوم بيبقى عامل زي الكابوريا، بيبقى داخل فيه البلمونري فينز الاربعه كانهم اربع رجلين، فهمتوها؟ طيب حد عنده اي سؤال عن البيو ده؟ طيب البيو الثاني هو اللي احنا قلنا عليه اللي هو عباره عن اللونجيتيودنال، هو عباره عن ايه؟ بنحرك البرو، بنحرك البرو يبقى عند دقن العيان عند الساعه 12، والحركه زي ما انتم شايفين الدكتور وائل بيحركها كده، بيحركها يمين وشمال، يبقى احنا دلوقتي هنتحرك بالجروب ده ناحيه اليمين وناحيه الشمال عشان تشوف البيو، عشان تظبط البيو بتاعك، فاهمينها؟ يبقى احنا لما كنا بنحطه عند الساعه 3 بنتحرك لقدام ولورا، عند لما بنحطه عند دقن العيان بنتحرك يمين وشمال، فهمتوها؟ طيب احنا كده هنقطع ازاي؟ البيم بتاع الجروب ده بيقطع العيان سجدل، بيقطع العيان لاترال، تخيل ان انت قطع العيان لاترال، اول حاجه الاورطه هيتقطع ازاي؟ ما هو هيتقطع لونجيتيودنال، شفتوها؟ طب هو اللي كان ماشي في حضن الاورطه ده اللي هو كان مفروض في الشورت اكسس الار بي اي يبقى عباره عن ايه؟ دايره، لان انا قطعته كده، قطعته وهو في سكته ان هو رايح، ده اللي موجود عندنا. فدي الحاجتين اللي احنا بنشوف بيها، وده اكتر، وده الفيو المشهور لكل الناس اللي موجوده، ده اللي بنشوف فيه الكوانتيتيشن. شايفين؟ ده عباره عن الار بي اي، وده الاورطه، وده الفلول اللي موجود فيها. فهمنا ازاي بنجيب الفيوهات اللي موجوده دي؟ فهمتوها؟ سهله؟ يبقى الايكو اللي موجود عندنا عباره عن سوبر ستينال فيو، دي الفيو اللي بنتكلم فيها على الارش، السوبر ستينال فيو دول تو فيوز، واحد منهم شورت اكسس وواحد منهم لونج اكسس، النوب عند الساعه 3 وعند الساعه 12، وعرفنا ازاي بنشوف. خلاص سهله كده؟ حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال فيها؟ طيب الكروس انجن طبعا السي تي والام ار اي، احنا عندنا 3 دي موديل ريكونستراكشن، وكلكم فاميليار مع الحاجات دي، ازاي نقدر نعمل 3 دي ريكونستراكشن، ازاي نقدر نعملها. حابب بس نزود ان الام ار اي كود بي يوسفول ان هي توريك كمان الفلو، يعني الام ار اي غير انها بروفايد اناتوميكال فيوز، يمكن في مجال اخر نتكلم مين احسن من مين الموجوده ده، لكن ان احنا يبقى عندنا فلو استيميشنز بالام ار اي دي موجوده، فاهمينها كده؟ حد عنده سؤال؟ انا بحسب ايه بس لما اشوف الفلو يعني؟ عشان ساعات في الايكو ما بتبقيش قادره تجيب الجراديال، يكون في مثلا دكتور شويتي هو بعيد عن الانجوليشن، الام ار اي ما فيهاش اي ليميتيشن، يعني احنا هنا مثلا لما احنا شفناها شايفه كده؟ شايفه الانجل دي فيري هاي زي الموجوده فيها، لكن نقدر ان احنا ننكود البلين وان احنا نشوف الفلو اللي موجوده عندنا. خلاص كده حد عنده اي سؤال؟ دلوقتي هنبدا في الليجنز الموجوده، احنا هنعرف ايه؟ التايب اوف انومالي والكوز والمورفولوجي بتاعها، ازاي تو سسبكت رول اوف ايمجينج، هل انا في الابنورماليتي من الارش ده محتاج، احنا كده كده بنعمل ايكو ببلاش يعني، لكن هل انا محتاج انهي موداليتي، هل انا محتاج سي تي، هل انا محتاج ام ار اي، او محتاج ايه؟ صح؟ طيب
انا هحطكم شويه كده وهنرجع مره تانية للارش انوماليز. لما بنقول ارش انوماليز دي تقسيمه اجتهدنا ان احنا نجمعها من كتب مختلفه، ما اعتقدش ان في كتاب حط التقسيمه مع بعضها يعني كل الكتب، بس احنا حسينا ان دي تقسيمه تفيدنا يعني كلينيكال ابنورماليتيز اناتوميكال وفلو اللي هو الاوبستراكتيف ليجنز اللي موجوده عندنا. هنتكلم دلوقتي في الارش انوماليز اللي موجوده عندنا. الارش انوماليز اللي موجوده فيها ان الارش ما يبقاش في مكانه، اول تقسيمه منهم قلنا اول تقسيمه ان الارش بوزيشن يبقاش موجود في مكانه. اول حاجه هنتكلم عليها الرايت اورتيك ارش ويب ميرور ايمج، ودي انتوا جاوبتوها، او حاجه اسمها سيرفايكال ارش ودي احنا هنجاوبها. انتوا جاوبتوا ده. انا قلت ان ده النورمال، مش احنا اتفقنا ان ده النورمال في الليفت ارش، ان احنا يحصل ريجريشن للفورث اورتيك ارش الموجود عندنا ما بين الديسندنج وما بين السكريبيا، مش كده؟ احنا عايزين الصوره دي، عايزين الرايت اورتيك ارش. يعني ايه رايت اورتيك ارش؟ هو الارش اللي هو الاورتيك ارش اللي بيارش اوفر ذا رايت برونكس اللي هو زي ما موجود هنا. وعايزين البريكيوكيفاليك يبقى رايح ناحيه الشمال، وعايزين التو سيبريت فيسلز. يبقى احنا قلنا انت جاوبت السؤال ده، نعمل ايه؟ يبقى لازم الارش ده يكمل يتم رايت والحت وده اللي والجزئيه دي اللي بتتعمل، وده فعلا اللي بيحصل. عشان يكون عندنا رايت اورتيك ارش بيحصل فيها ايه؟ نشوف الكتب بتقول عليها regression of the left fourth dorsal aortic arch اللي هي الحته دي فهمتوها؟ and the persistence of the right fourth aortic arch اللي هي كانت المفروض تعمل. يبقى حصل عندنا regression لحته المفروض تبريزست and the persistence of the part that should reverse فهمتوها؟ طيب ده variant، ده بالنسبه لل right aortic arch ده ما فيش اي problems، ما فيش اي symptoms، ما فيش عيان بيجي يشتكي ان عنده right aortic arch. هو discovered usually during routine examination يعني، او لو حد بيعمل الكروس ايمجينج احنا بنسسبكت في بعض الديسيسز زي تتروجي فالو 25% يعني ربع العيانين اللي انت بتشوفهم عندهم رايت اورتيك ارش او فيسايتس انفرسس توتاليس، عشان زي ما كل حاجه هتتعجز كمان الارش هيتعجز. طيب احنا نعمل لكم ازاي نعمل الاورتيك الرايت اورتيك ارش؟ محدش بيعرف ان هو رايت اورتيك ارش غير اللي بيشتغل، عشان هو بيحاول يجيب الارش. هو فاكرين اللونج، احنا متوقعين طبعا احنا لو عايزين نشوف الارش هناخد الشورت اكسس ولا اللونج اكسس؟ اللونج اكسس عشان نفرد الارش وتسند. احنا قلنا الحركه فيه يمين وشمال مش كده؟ هو كل ما يروح ناحيه الشمال ما يشوفش الارش، هو كل ما يروح ناحيه اليمين يشوف الارش. يعني بمعنى ايه؟ لما يجي يعمل اللونج اكسس هو هيوريه لك كده. تفهمني؟ هو هيوريه لك كده. هو الوحيد اللي عارف ان هو لما حط ايديه في الارش في السوبر سينر فيو لما كان بيروح ناحيه الشمال ما كانش بيجيب الارش مفروض، لكن كل ما يروح ناحيه اليمين يجيب الارش. انت كحد بيتفرج على الصور دي هل انت عرفت المعلومه دي؟ يبقى احنا صحيح بنشوف الارش في اللونجيتودينال سوبر سينر فيو او في اللونج اكسس سوبر سينر فيو، لكن ما بقدرش احكم على الارش لما يجي. لما حد يجي يقول لي ده اقول له على فكره ده ارش واللامينر فلو اللي موجود فيها مفيش كواركيتيشن مفيش بي دي اي، لكن انا ما اعرفش نوع الارش. اللي يعرف نوع الارش اللي كان بيشتغل، هل هو لما كان بيروح بايديه ناحيه اليمين كان بيشوف الارش، ولا لما كان بيروح بايديه، فاكرين الحركه لما قلنا في الانجوتيدنا بحط البروب في الانجوتيدنا عند العين وحرك ايدي يمين وشمال يمين وشمال، كل ما اشوف حاجات ناحيه اليمين يبقى اروح ناحيه اليمين، عايز اشوف حاجات ناحيه الشمال. هل ده معناه ان انا وانا بتفرج على صور ليك وما اعرفش اقول رايت ولا ليفت ارش؟ لا، ده كلام مش صحيح. بنرجع تاني للفيو ده. الفيو ده حد يقول لي الفيو ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الاورطه بمنه دايره وعندك هنا البلمونري ارت. بما انك مش شايف الارش المفروض فما فيهاش فن، هي سوبر سينر فيو اتنين فيوز يا شورت اكسس يا لونج اكسس، فدي تبقى شورت اكسس. بس احنا فكروني تاني شورت اكسس كنا بنحط النوب عند الساعه 3 كده صح؟ ونتحرك ازاي؟ انتيريوري اند بوستيريوري. فهو هنا بيتحرك، هو هنا عمل ايه؟ هو هنا جاب الاورطه اهو. هو انت لازم تتريس ده اورطه شورت اكسس صح؟ ادور على الفيرست برانش طالع من الاورطه واشوفه هو بايفوركيتنج البرانش اللي بيطلع بايفوركيت اول برانش يطلع من الاورطه بايفوركيتنج، اشوفه رايح ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال. ادي عندي هنا الدايره اهي وطالع منها برانش شايفينه بايفوركيتنج عامل زي علامه السبعه في الاخر، هو ده ناحيه اليمين ولا الشمال؟ العيان نايم قدامنا، العيان عكسنا، فانت احنا كل الصور بنصور العيان من رجليه يعني، فده يمين العيان وده شماله. فالفيرست بايفوركيتنج برانش رايح يمين ولا شمال؟
طب حد يفكرني كده، هو ايه علاقة الفيرست بايفوركيتنج برانش بالارش؟ في نفس مكانه عكسه، عكس مكانه. ولكم متفقين على كده ان البريكيو كيفالج دايما عكس اتجاه الارش. فانا لو لقيت ان الفيرست بايفوركيتنج برانش رايح هنا شمال، يبقى الارش ايه؟ يبقى هو دي الصورة الوحيدة اللي تقدر تحلف عليها، الارش ده يمين ولا شمال. الصورة اللي موجودة عندنا مالكش دعوة، الارش اللي يعرف هو اللي بيشتغل، عشان هو عارف ان هو راح بايده ناحية اليمين او ناحية الشمال. فور دوكيومنتيشن، عشان اعرف الارش ده يمين ولا شمال لازم حد يوريني شورت اكسس فيو سوبرا سيرنا ويوريني الفيرست برانش بايفوركيتنج رايح فين. فهمتوها؟ يبقى انا لو لقيت انه في الصوره الاولانيه في الشورت اكسس ما شفناش الفيرست برانش بالفكره، عشان هو كان موجود في الميدل، عشان انا عايز اوريك الفيو كامل، كان سوبيرو كيفا وموريك الليفت اتريوم وموريك البلمونري بيد. هنا هو موجود مع الاورتيك ارش اند تريست اتحرك معاه لفوق، فعشان كده انت مش شايف ده. مش احنا قلنا احنا بنحط البروك في النص وبنتحرك انتيريوري اند بوستيريوري اكوردنج انت عايز تشوف ايه؟ افرض انت عايز تاسس بالمونري بينز، مش فارق معاك الاورتا، فانت بتتحرك مور بوستيريوري عشان تاسس. فهمتوها؟ يبقى ان انا احكم على القرش اللي موجود عندنا بحكم عليه من شورت اكسس، اشوفه كمفروض اشوفه في اللونجيتيودنال اكسس. فهمتوها؟ فيري ايزي مانوفر، اتعلموا تعملوها. اللي عايزني اساعد فيها ممكن اساعده في التريننج بتاعكم. حاجة مفيدة جدا، حاجة very useful، بتوفر radiation، بتوفر حاجات كتير وبتفرق especially الناس اللي بتشتغل شانتس والناس اللي في البيدياتريك. major يعني decision انك تقول القرش رايت ولا ليفت عشان الشانتس والحاجات زي دي، ما انتش محتاج تعمل سي تي. دي التكنيكال اللي محتاج يشوف ده. خلاص واضحة كل الناس كده الصورة دي، قدرين تفهموها؟ مش محتاج اعمل سي تي طبعا، في سي تي ولا ام ار اي بس باي برودكت يعني بنعرف القرش، لكن هي عيبة يعني ان احنا ما نعرفش القرش بالده. دي حالات صعبة، لكن حتى الأدلت اللي الناس هتشتغل ووتش ده easy to do يعني. طيب حاجة بتقولك عندك cervical aortic arch، الترمينولوجي نفسه رخم، يعني ايه cervical aortic arch؟ هو واضح ان هو القرش اللي بتقولي هو في اسم يعني ممكن ده يبقى بوش، دي ده تعريف موجود، لكن هو لازم يكون ليفت او رايت باي ديفولت ان هو هيقرش اوبرا برونكس. ممكن هو نتيجه انفيزيما، نتيجه تنشن نيومو ثوراكس، نتيجه هيبوبليزيا في اللونج او اي حاجه شفت، لكن ميد لاين في البوزيشن بتاعه، لكن هو قرش اوبرا برونكس. هي دي تعرفها، عشان كده من شويه قبل ما نبدا في ده قلت ممكن تبقى الميديستانا كلها شفت في ناحيه او حاجه موجوده، لكن هو تعريف ليفت ورايت او تقرش مش الموجود في الليفت. هو طبعا الليفت قرش موجود في الليفت ميديستانا والرايت قرش موجود في الرايت ميديستانا، لكن هو ده مش تعريف، هو تعريفه قرش اوبر ويتش برونكس. فهمتوها؟ طيب احنا نبدا كده سيرفايكال اورتيك ارش. واضح ان هو قصده يقول ان القرش اللي موجود في السيرفايكال اريا ده معناه ان هو مش النورمال ان الاورتيك ارش يبقى موجود في السيرفايكال اريا، مش كده؟ هو النورمال، هو الاورتيك ارش المفروض النورمال يبقى موجود ايه؟ ده النورمال بتاع الاورتيك ارش، هو لازم يكون موجود ورا استرنم، استرنم مانيبولاي موجوده هنا، بيبقى لتحت، هو غالبا موجود عند الفرتبرا رقم 4. فاهمين؟ يعني مش بنشوفه في الرقبه، احنا لما نشوف القرش موجود في الرقبه هو ده السيرفايكال ارش اللي موجود فيها، يبقى موجود كده شايفين. يبقى من فوق الكلافيكل تلاقي القرش موجود عندك هنا في قلب النك، موجود فيها، موجود في السيرفايكال اريا. النورمال قرش الموجود عندنا هو ورا الاسترنم، هو محمي بالاسترنم وتحتيها بالفرتبرا، يعني ان الاسترنم بتبدا حوالي عند بتاع اوبزيت اللاين بتاع ما بين 2 و3 سيرفايكال، هو كمان بيبقى موجود عند التراسك اقصد، وكمان بيبقى موجود عند الرابع فهو بتندى. هو دلوقتي القرش ده موجود هنا، حد يقدر كده من الكلام اللي قلناه في الامبريولوجي هو هيحسب ريزيستنت ليه؟ كنا بنسال ايه فورس دي الحاله الوحيده اللي بتبقى موجوده هنا ابنورمال اكسبال غير انومالي اللي موجود عندنا المتابعه، لكن ده ابنورمال ريزيستنت للسكن. فاكرين الحاجه اللي موجوده فيها؟ يبقى السكند اللي هو الطرف الاول ده لو هو اللي اكت لايك فور، يعني هو خد دور الفورث اورتيك ارش اللي موجود عندنا، يبقى الفيرست اورتيك ارش هيبرزست كمان، لان هو ده اللي هيبقى النيك فيسلز اللي موجوده عندنا هو ده اللي هيتفصل، ويبدا مرحله الارش تبقى من عند السكند. فاكرينها يحصل السيرفايكال ارش اللي موجود عندنا. بتعرف ازاي؟ البيبي بيتولد عنده بارستايل ماس موجوده هنا، ممكن تبقى تيومر، ممكن تبقى اي حاجه من الجيوما بتاع، لكن اللي عارفها كاركترستك انك لو دوست عليها العيان بيكولابس. فاهمينها؟
يعني هي بتشخص كلينيكلي سيرفيكال ارش الفيري رير انومالي، لكن هو بيتشخص كلينيكلي العيان بيبي بيجي نقوم تقول انا شايفه بالستايل ماس موجوده في النك، لما بندوس عليها البلاد بريشر وبيحصل له فينتنج اتاك وبيحصل فدي فيري كلينيكلي موجوده. انتوها هل محتاجين لها ايمجنج مودلز؟ اه محتاجين، ممكن نعمل السي تي عشان نتفرج على حاجه زي كده، بس هي بتشخص كلينيكلي تمام، مش محتاج ان انت تعمل. طيب الايكو انا اعرفها منين؟ هو حد يقول لي مره ثانيه، هو انا دلوقتي بحط البروك بتاعي هنا صح؟ مش انا بحط البروك بتاعي في الكلافيكل في الفلوس انجلو فلوس اللي موجوده هنا، هو انا هشوف اسندنج اورتا صح؟ واشوف اسندنج اورتا هشوف ارش لانه اباف الحته اللي انا حاطه فيها، فيبقى الفيو الموجود عندنا هنا ايه؟ نقول عليها احنا امتى احنا امتى بنشك عندنا في السيرفيكال ارش؟ شايفين ده؟ ده السن جاورته، ده القرش الموجود عندنا، ده السن جاورته، انت مش قادر تربط الاثنين ببعض، بس هو هنا طلع فوق القرش نفسه وصورها فيه. فهمتوها؟ هل احنا من الممكن ان احنا نشوفها بالايمجنج؟ اه ينفع ان احنا نشوفها بالايمجنج. شايفين شكلها؟ شايفينها؟ ده سيرفيك القرش وطالع لفوق وترشوستي موجوده فيها. فهمتوها؟ يبقى دي احنا كده خلصنا اول نوع من الابنورمالتيز الموجوده عندنا، اناتوميكال ابنورمالتيز اللي هي نتيجه ريجريشن اوف بارت ذات شود بي ريزيستنت من الامبريولوجي او ريزيستنت اوف بارت ذات شود بي ريجريست اللي موجود فيها. خلصنا الابنورمال بوزيشن اللي هي عباره عن الرايت اورتيك ارش والسيرفيكال ارش. هنبدا دلوقتي في السوبر نيوميرستي او الاكسترا ارش. حد عنده سؤال في العطا؟ طب السوبر نيوميرستي اللي موجوده عندنا ان احنا يكون عندنا ايه؟ بريزيستنت اوف 6 اورتيك ارش. حد يقول لي بريزيستنت اوف 6 اورتيك ارش ده طبعا عندنا ايه؟ هو 6 اورتيك ارش كان بيعمل ايه في حياته؟ بدي ايه بالظبط؟ هي اي بيشنت اتولد ب دي اي مش راضيه تقفل هو عنده بريزيستنت اوف 6 اورتيك ارش، او يكون عنده دبل اورتيك ارش. هنبدا بالبي دي اي الاول. البي دي اي دي بنعتبرها ارش، ما هو المفروض ان الارش البي دي اي الرايت هتختفي والليفت حتى انها موجوده بس على شعره، اول ما البريتشز تتغير وبعديها خلاص تقفل في ظرف شهر او اقل من كده. طب لو ما قفلتش يبقى عندنا اكسترا ارش كان موجود فيها. هي دي فاكرين الرسمه اللي احنا قلناها دي، احنا هنرجع نشوفها في البيت. شايفين السكس اورتيك ارش اللي موجوده عندنا بقى مرت مرايت ما بقاش موجود، وبقى عندنا هنا داكتس ارتريوزس اللي هي عباره عن السكس ارش الموجوده عندنا. طيب احنا ازاي كلينيكالي بنعرفها البي دي اي دي من الموست كومن انوملي في كل البيدياتريك جروب؟ موجوده في كل الحالات، يعني ممكن تكون ايزوليتد ليجن ونطمن الام ونقول لها ان ده مش اي حاجه، وممكن تكون فيلير تو سرفايف، هي بي دي اي كبيره قوي عامله فوليوم اوفرلود زي ما اتكلمنا قبل كده في الدروس بتاعه الشمس الموجوده عندنا. البي دي اي كمان ممكن تكون هي اللي بتحمل البلاد للسيستم اللي رايحه له، يعني هتسمعوا حاجه اسمها دكت ديبندنت بالمونري سيركيليشن، يعني الدكت هي اللي بتوصل البلاد للبالمونري، او دكت ديبندنت سيستم سيركيليشن هي اللي بتوصل البلاد للاورطه اللي موجوده عليها. البي دي اي دلوقتي ريكومنديشن في الجايد لاينز اي بي دي اي انت تسمعها اقفلها علشان الانفكتيف اندوكاردايتس وعلشان الرو ارياز وعشان ده. فاحنا ازاي بنقدر نشخص البي دي اي؟ ده من اشهر البيوهات بتاعتنا. البيو ده مش سوبراسترنال ولا اي حاجه، عشان كده البي دي اي بتتعرف كتير بالايكو، وكل الناس اللي بتشتغل ايكو تقدر تشوفها. ده البيو ده عباره عن شورت اكسس على البلمونري وليها ده الرايت بلمونري وده الليفت بلمونري. مش هي كونكشن بين السنج اورتا والليفت بلمونري؟ هو البريشر اعلى في السنج اورتا ولا في الليفت بلمونري؟ في السنج اورتا ديورنج سيستولي ولا ديورنج دايستولي؟ الاثنين، عشان الضغط في الاورطه 120 على 80، الضغط في الهرمونري عباره عن ايه 25 10 حاجه زي كده. فلذلك الفلو احنا لما اتكلمنا في محاضره الشمس اللي فاتت البروب محطوط هنا صح؟ لما قلنا البيم كده، طيب بقى مرتنا البروب موجود هنا، يبقى اي فلو في اتجاه البروب هيبقى لونه ايه؟ احمر. يبقى الفلو الاحمر اللي احنا شايفينه ده عباره عن ايه؟ اللي هو جاي من هنا داخل في قلب ده فلو جاي من السنج اورطه داخل في قلب البلمونري. حتى كده هو رايح في اتجاه البروب اللي موجود عندنا، فالفلو هنا لونه احمر. فاهمينه؟ لما بنحط عليه دوبلر بنلاقيه كونتينوس زي ما انتوا قلتوا، عشان هو عباره عن ايه؟ عباره عن فرق البريشر بتوين ذا اورتا اند البلمونري، اللي هو دايما هيكون في صالح الاورتا لانه في السيستولي وفي الدايستولي.
اول ما البي دي اي دي تبقى هايبرتنسيف تعلي الضغط، هي بتعلي الضغط اللي موجود عندنا في البلمونري، بتعلي ضغط السيستولي ولا ضغط الدايستولي. يعني البلمونري هايبرتنشن، لما نقول البلمونري هايبرتنشن ضغطه مثلا في البلمونري عارف 60 سيستولي، ودايستولي مثلا يبقى كام 40 30 يبدا يعلي. يبقى اول كومبوننت بيختفي من فلو البي دي اي هو كومبوننت الدايستولي، هتلاقيها ان هي شانتنج ليفت تو رايت دايما ديورينج سيستولي، بس تبطل تشنط الجول دايستول عشان بيحصل ايكواليزيشن للدرجه. فهمتوها؟ يبقى هي البي تي اي دايما دايما شنط ليفت تو رايت، بجد شنط ليفت تو رايت، لان البريشر في الاورطه اعلى من البريشر في الهرمونات. لما تبدا فاكرين محاضره البي سي والاي سي، لما قلنا ان الدم يروح للنبض لغايه ما النبض تبقى غرقانه وبعدين النبض تبدا تدافع عن نفسها، بيحصل فازوس كونستريكشن موجود عليه with long long time. actually مش هيحصل ان الضغط جوه البلمونري يبقى سوبر سيستميك، مش هيحصل في يوم ليله، لكن حتى انها تعلي الضغط اللي موجود عندها، تعلي ضغط السيستولي والدايستولي، هيوصل لمرحله ان هي ان البي تي اي مش بتشنط الجوريك دايستولي لكن بتشنط الجوريك سيستولي. فاهمه؟ يبقى الاثر في الموضوع ان احنا عندنا الفلو هنا كونتينيوس في البي تي اي عشان هي دايما بتشنط الجوريك دايستولي. تسمعنا فيها الماشينري المرمر الموجود. طيب هل احنا مثلا بنشوفها بالسي تي؟ او طبعا دي حاجه احنا بنقدر نشوفها هنا موجوده فيها كلكم قوي بالكلام ده. للبي دي اي، بي دي اي درس كبير في جزء الكارديولوجي، تكون بي سمبل ليجن كود بي ان لايف ثريتنينج ليجن، ده هنتكلم فيها. بس انتوا فهمتوها؟ فهمتوها يا جايه امبريولوجيكال منين؟ جايه امبريولوجيكال منين؟ تمام 6 ليفت اور رايت. هنتكلم دلوقتي احنا خلاص، هنتكلم بعد كده على الدم الاورطيك ارش. هو الاصل في الموضوع، الاصل في الموضوع ده النورمال، ده النورمال للليفت اورتيك ارش، مش كده؟ انا عايز دلوقتي يبقى عندي تو ارشز، هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه. الحته اللي هي المفروض تريجريس دي حتى انها موجوده، مش كده؟ طب حد كده يقول لي لما الحته دي تبقى موجوده، مش عندنا الاورطه والتراكيه والاسوفيجس موجودين في الدايره دي؟ طيب الدايره دي هتبقى متحوطه بالاثنين، ايه اللي هيحصل؟ ان الاثنين ان هيحصل ريزيستنس للحته اللي موجوده دي، فتخلق لنا الدايره اللي موجوده دي، فنسميها دبل اورتيك ارش. يعني انا عندي ارش يمين وارش شمال، الارش اليمين هيطلع النيك بيسلز بتاعته والارش الشمال هيطلع النيك بيسلز بتاعته. هل انا عندي في حاله الدبل اورتيك ارش عندي بريك كيفاليك؟ معلش، هو البريك كيفاليك كان بيجي منين؟ كان بيجي من الحته دي ترجريس، والحته من الارش دي بتشتغل بريك كيفاليك، صح؟ يبقى انا عشان كده يقولوا عليها لما نيجي نتكلم على نتكلم عليها في الايمج، حد عارف بنشوف ايه في سي تي يقولوا عليها كده؟ فور بيسل سايزنج. فهمتوها؟ جايه منين؟ ان انا ما عنديش، لقيت كل قرش مطلع. فهمتوها جت منين اللي موجوده فيها؟ طيب ده بيقودنا لموضوع الدبل اورتيك ارش، بيقودنا لموضوع ايه؟ الفاسكولار رينج. دي احنا عندنا خمس انواع للفاسكولار رينج، هنخلصهم المره دي، ان ده اكتر مره هنقدر نتكلم فيها على الفاسكولار رينج. فاسكولار رينج يعني ايه؟ يعني عباره عن فيسل عامله سيركل بتحوط التراكية اند اور اسوفجس. هنقول ليه بنقول اند اور اسوفجس الموجوده فيها، يبقى هي بتحوط التراكية معاها او معهاش الاسوفجس. فهمتوها الموجوده فيها؟ طب يحصل ايه؟ الفيسلز اللي ماشيه دي اورطه، يعني الضغط فيها عالي، هي بتضغط على الاسوفجس والتراكية. يبقى معنى ذلك العيانين بتوع الدبل او بتوع الفاسكولار رينج يجوا لنا مانيفستيشن ايه؟ ريسبيراتوري ومانيفستيشن ايه؟ يبقى احنا عندنا اي كلينيكال برزنتيشن الفاسكولار رينج اللي موجوده عندنا هتجيلنا برزنتيشن للريسبيراتوري ويزي بيشرقوا ليها بالنسبه للاسوفجس وهم مش عارفين ياكلوا شوكينج ديسفاجيا اللي موجوده فيها. طيب الفيزيكال سايد الفيزيكال اكزامينيشن الموجود عندنا ما بيكبروش مش بيقدروا يجين ويت لان هم ما بياكلوش عشان الكبرشن موجود عندها، ان هم دايما عندهم ويزيز وسترايد من الموجودين. فاهمينها الموجوده دي؟ طيب دبل اورتيك ارش اشهر انواعها، اسهلهم اكثرهم وضوحا اكثرهم عنفا، لان الاورطه والتراكيه بيبقوا مضغوطين بتو ارشز موجود فيهم البريشر من الناحيتين سيستميك بريشر ضغط على الاورطه والجو. ازاي بنعرفها؟ بالايكو. شايفين هنا؟ انا حاطه الصوره هنا. لما جيت اعمل الفيو بتاع اللونج اكسس، ده لونج اكسس مش كده؟ هتبقى مرت ان الاورطه مفروض فيه، مش كده؟
جيت اروح عند ناحيه اليمين الشمال لقيت قرش، ولما جيت اروح عند ناحيه اليمين لقيت قرش تاني. فهمتوها؟ يعني انا لما جيت عملت كده لقيت قرش. فممكن اقول عليه لفت قرش عادي او رايت قرش اخده، بس لما حركت البروب ناحيه اليمين كمان لقيت قرش. هو النوب انا كنت حطاه هنا عند الساعه كام؟ عند الساعه 12:00. لما جيت احط عليهم كلر لقيت ادي اسندنج اورطة ودي تو بيسلز موجودين هنا. انتوا بقى معلش بس شرط بيسهل ممكن مش شايفين. طيب ادي اسندنج اورطة ودي ديسندنج اورطة ودي تو بيسلز صح. ولما جيت اروح ده كان عند الشمال، لما جيت اروح عند الناحيه اليمين لقيت نفس الحكايه، لقيت ادي ديسندنج اورطة. هو ده اللي بقول عليه ديسندنج اورطة. الفلو ازرق هنا ليه؟ عشان رايح بعيد عن الاورطة. ليه بقول على ده اسندنج؟ ليه احمر؟ عشان الفلو رايح اتجاه البروب صح؟ يبقى الديسندنج وطالع عندي اللي موجود فيه. طيب لما جينا عملنا له سي تي، طبعا مبهره الصور دي بس يعني ماشي حاجه حلوه يعني، لكن هي المعلومات احنا خدناها بطريقه اقل من كده. انتوا متخيلين؟ ادي البنترا الاول اسندنج اول، انتيرو الاورطة ادي الديسندنج اورطة اللي موجوده عندنا. هو اللي حصل ايه؟ ريزيستنس للتو ارشز اللي كانوا موجودين. في واحد منهم كان بيحاول يحصل له ريجريشن بس هو اصغر. دايما دايما الحكايه بتكون كده، قرش كبير وقرش صغير موجود فيها، وكل واحد منهم مدي النيك بيسنس بتاعته. عشان كده لما بنعمل في سي تي كروس ايميجنج بنقراها كده بنلاقي النيك بيسنس وما بنلاقيش بريك كفايه، بنلاقي الاربعه مفرسين عن بعض. فاهمينها؟ فاهمينها؟ طيب هنتكلم بعد كده، هنعد انواع الباسكولار رينج واحنا ماشيين. دي باسكولار رينج واحد هنتكلم بعد كده. الابنورمالتيز امبرانشنج اللي موجوده عندنا، يبقى دلوقتي احنا قلنا الاناتوميكال الابنورمالتيز اللي موجوده عندنا، يبقى عندي ابنورمالتي في مكان القرش، ابنورمالتي في عددهم، ابنورمالتي في النك بس في البرانشنج اللي موجود عندنا. البرانشنج النورمال اللي موجود عندنا ان احنا يكون عندنا بريكيوكيفاليك يطلع لنا سب كليفيان رايت. لو القرش رايت يبقى البريك كيفاليك دايما عكسه، يبقى لو القرش لو القرش لفت يبقى البريك كيفاليك هيكون رايت، وبعد كده يكون عندنا كاروتيد ويكون عندنا سب كليفيان. فاهمينها كده؟ طيب دلوقتي احنا اكتر حد كان بيتفسح ديورنج الامبريولوجي كان مين؟ السكس انتركوستال الارتري الموجود عندنا اللي هو بيدينا مين؟ السب كليفيان. فاحنا دلوقتي هناخد الليفت ارش والابارنت رايت سبكليفيان. هو انا عشان ده النورمال، النورمال اللي كان موجود عندي ادي الانتيرور اورتا، ادي الانتيرور اورتا وادي الديسندنج اورتا وادي الارش ليفت، وعندي البريك كيفاليك مديني رايت سبكليفيان ومديني كاروتيد موجود عندنا. خلاص ده النورمال. انا دلوقتي عايز يبقى عندي ليفت ارش و ابارنت رايت سبكليفيان. يبقى ايه اللي هيحصل؟ اللي هو يديني المنظر ده اهو. ايه اللي هيحصل؟ المفروض يحصل ايه؟ ريجريشن ما بين الرايت كومن كاروتيد والرايت سبكليفيان. ويحصل ايه كمان؟ وبريزيستنس للفورس اورتيك ارش. بالظبط. يبقى الابنورمالتيز اللي هتحصل هيحصل ابنورمال ريجريشن اند ابنورمال ريزيستنس اللي موجود عندنا. فيدينا المنظر ايه؟ يدينا المنظر ادي الانتيرور اورتا اللي هو ده، ادي القرش اللي موجود عندنا، ادي القرش ليفت اللي موجود عندنا، ادي الكاروتيد بقى طالع لوحده، ادي بعد كده الكاروتيد اللي جنبيه السب كليفيان الليفت، وبعدين الرايت بقى سب كليفيان يطلع من الديسندنج اورطة ويعدي الناحيه الثانيه صح؟ هو انا اعرفه ازاي بالايكو؟ او اشك فيه ازاي بالايكو؟ حد يقول لي كده؟ لو ما لقيتش البريك بالظبط. لو انا بشتغل، مش احنا قلنا ان احنا واحنا بنشتغل الشورت اكسس الموجوده عندنا شورت ريزمزم، لو احنا بنشتغل عندنا الشورت اكسس ولقيت الاورطة عندي ولقيت اول برانش طالع مش بيفكيتنج، هلاقي برانش طالع لوحده كده اول برانش مدينا كروتيد بس. طب فين يا جماعه السب كليفيان؟ يبقى انا يجيني دايما شابو دايما بقول السب كليفيان عنده تندنسي عاليه انه يتفسح في كل حته، لانه اكشولي كان بيكريب من تحت لفوق وممكن يقف في اي حته. فاهمينها؟ طيب ازاي نشك وهي موجوده فيها؟ طيب انا عندي دلوقتي ليفت اورتيك ارش صح؟ وبعدين عندي ليه بنقول عليه ليفت اورتيك ارش؟ بأمر ما هو بيقرش حوالين الليفت برونكس مش كده؟ وبعدين عندي مين بالمونري ارتري موجوده عندنا، وعندي رايت وليفت. ايه البتاع الصغيره اللي موجوده بتوين السنك؟ البي دي اي. لما البي دي اي بتقفل بيحصل لها تريزي، يبقى موجود بدلها ايه؟
ليجامنت مارتيلوزس بيبقى موجود فايبرس باند موجوده فيه. طيب وما انا لقيت اول برانش مش بيفرك مش بيفركته ده رايت سبكليفيان وبعدين الليفت سبكليفيان وبعدين الليفت سبكليفيان وبعدين من الديسيندنج اورتا عندي رايت سبكليفيان معدي من ورا الاسوفاجس. ايه السيمبتومز اللي ممكن تحصل من كده؟ ولا حاجه ولا حاجه. ليه؟ هو ايه اللي حصل الموجود عندنا؟ هو بيعدي لوحده ليفت ارش مع ابارنت رايت سبكليفيان ولا حاجه ولا حاجه. وعلى فكره بنكتشفها كتير كتير لما حد يجي يعمل سي تي لاي سبب مفيش فاسكولار رينج. الاورتا والتراكيه والاسوفاجس ما تحوطوش بحاجه. فاهمين يقصد ازاي؟ ايه اللي حصل؟ الارش معدي من على شمالها وبعدين عندنا بعد كده السبكلي وبعدين السبكلي بيجي من وراها. طب ما كان جاي من قدام هجي من وراها حصل اي حاجه ولا اي حاجه؟ ده ما فيهاش اي حاجه. امال اللي بتقول عليه رنا امتى تحصل فاسكولار رينج؟ ان انا يكون عندي ليفت ارش اللي موجود عندنا شايفينها شايفين اللي موجود عندنا هنا. ان انا يكون عندي ليفت ارش وابارنت رايت سبكليفيان اللي موجود فيها وتبقى الضغط موجوده فين؟ رايت. تبقى الضغط موجود فهمتوها؟ الليجمنت ارتيوز موجود. ايه اللي حصل لما احنا عملناها ده؟ اللي حصل عشان تكمل الفاسكولار رينج اللي موجوده عندنا اللي موجوده هنا ان احنا يكون عندنا ارش ويكون عندنا تراكيه والاسوفاجس اللي موجوده فيها ويحصل عندنا الرايت سبكليفيا اللي موجود هنا يكمل الفاسكولار رينج ده عباره عن ايه؟ يكملها الليجامنتم ارتريوزس اللي بيوصل بين ده ديسيندنج اورتا والبالمونري. يبقى الفاسكولار رينج مش لازم كلها تكون بس صح؟ ينفع تكون الفاسكولار رينج جزء منها فايبرس اللي هي الليجامنتم ارتريوز. فهمتوها كده؟ واضحه كده رنا ان هي الفاسكولار رينج اللي موجوده فيها دي. يبقى دي تاني نوع من انواع الفاسكولار رينج ان يكون عندي ليفت اورتيك ارش مع ابارنت رايت سبكليفيان ويكون الضغط اللي موجود عندي ايه؟ رايت سايد عكس اتجاه الارش تكون الضغط الموجود دي فاسكولار رينج. فهمتوها؟ يبقى دي فاسكولار رينج رقم 2. اعتقد احنا بدانا نخمم فاسكولار رينج رقم 3 ايه؟ مش كده؟ وده which is not usual علشان احنا usual عندنا لو عندنا right aortic arch يبقى عندنا الضغط تكون ايه؟ لو عندي right aortic arch الضغط هتكون ايه؟ right. الضغط هتكون right صح عشان كل حاجه تبقى معكوسه. لو انا عندي right aortic arch ومعايا left ضغط الموجود فيها ده ومع الابارنت سبكليفيان ده بيعمل لي فاسكولار رينج. ماشي هنكمل دلوقتي. هو يعني ايه حد هي زي ما متاخره يعني حد يفرحني كده ويجاوب ايه اللي بيعمل الضغط؟ 6 اورتيك ارش. يبقى يحصل عندنا ان 6 اورتيك ارش ان هو يبقى عندنا يبقى حد. احنا فاكرين لما قلنا في الابنورمالتي بتاعت الارش السوبرا نيوميرستي اللي موجود فيها معنى ذلك ان هيحصل بريزيستنت لمين؟ ل 6 اورتيك ارش رايت او ليفت؟ رايت او ليفت على 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 حسب ده. فساعتها لو حصل ريزيستنس للرايت لل 6 اورتيك ارش رايت هنسميها رايت ضغط لو حصل. فهمتوها؟ طب والنوع ده انا اعرفه ازاي؟ ده سؤال كويس جدا. النوع ده اعرفه ازاي؟ هعرفه لو الضغط مفتوحه هعرفه بالايمجنج صح؟ عشان هصور واحد اندايتنج. كل الباسكولار رينج بتيجي بكلينيكال سسبشس الاول. يعني لو عندي عيل ما بيكبرش وزنه قليل ترايبل ويزي شست من غير سبب ولا عندهم هيستوري للبرونكلايتس ولا برونكل ازمه ولا حاجه بسسبكت افاسكولار رينج اللي موجود فيها وابدا اصور على هذا الاساس. النوع ده اللي موجود عندنا فاسكولار رينج دبل اورتيك ارش هصوره واعرف. طيب لما اجي اصور الابارنت سبكليفيان لو انا عندي ارش مع ابارنت سبكليفيان ارش ليفت مع ابارنت سبكليفيان رايت ورايت دكت موجود عندنا سهله لو الدكت مفتوحه خلاص هصور واشوف الفاسكولار رينج. طب محمد بيسال سؤال كويس لو الضغط مقفول وعندي ليجامنتم ارتريوزس عندي سيمبتوماتيك ليجامنتم ارتريوزس ما بتبانش في الستين ولا بيجيبها في الام ار اي ولا بيتصور لغايه دلوقتي مفيش حاجه تصور الفايبرس اللي موجوده عندنا. امال اعرفه منين؟ هصور ولا ايه؟ كومبليت رينج. هو الكومبليت رينج ده بيبقى
صح؟ هلاقي ايه؟ انا هلاقي قدامي ايه؟ هلاقي اورتك ارش وهلاقي ابارنت سبكليفيا معدي من كده. هلاقي بقى اعتمد على الاندايركت سايد. هو لو عامله باسكول رينج مش هي عامله كومبريشن على الاسوفيكاس وعلى التراكيه، هلاقي اجنتيشن في التراكيه، هلاقي ابنورماليتي موجود فيها، هلاقي الكورس بتاعتها فيها، واحتمال ما الاقيش. هوصف اللي انا شايفه واسيبه للكلينيشن يقول على فكره كلينيكالي العيان ده باسكول رينج، وهندخل نعمل ديفيجن للليجمنت ارتروزس عشان نري. يرجع ساعتها ايه؟ يرجع ساعتها ده مفيش سيمبلز خلاص. لو قصوا الفاسكولار رينج ده هترجع ساعتها، يبقى وجود السبكليبيان ورا الاسوفجس ما بيعملش حاجه. فهمتوها؟ نيجي للنقطه الثانيه، ان انا يكون عندي عايز اعمل العكس، يكون عندي رايت اورتيك ارش وتقفلت ليفت سبكليبيان. امين. نعمل ايه؟ ده النورمال صح؟ انا دلوقتي عايز يكون عندي رايت اورتيك ارش، ايه اللي المفروض يبريزست؟ الحته دي الفورث اورتيك ارش الموجوده هنا، ايه اللي هيرجرس؟ اللي بتوين ايه وايه؟ دي صح؟ ولو دي اللي رجرس دي يحصل ايه؟ يبقى رايت سايد اورتيك ارش وين؟ ميرور ايمج. لو دي اللي اتشالت وذ ميرور ايمج مثلا، ده اللي احنا قلناه في الاول ابنورمال بوزيشن، ده مش هيحصل فيها اي حاجه. لكن لو الحته دي هي اللي رجرس رايت سبكليبيان وين؟ رايت اورتيك ارش وين؟ ابارنت سبكليبيان. صح؟ سهله كده؟ طيب نعرفها ازاي؟ هنقول دلوقتي هنعرفها ازاي. طيب الشكل ده اللي انتوا قلتوا لي حصل ريبريشن فيه، وادانا المنظر ده. طيب امتى يكمل عندنا هنا؟ احنا دلوقتي عندنا ده رايت اورتيك ارش اللي موجود عندنا هنا، وعندنا هنا اللي طلع في الاول ده الليفت كاروتد، كان المفروض عشان المفروض كان في بريكو كفالي كان الناحيه الثانيه، لا ده الليفت كاروتد، ده رايت كاروتد، ده سبكليبيان، ومن ورا الاسوفجيت ادانا الليفت سبكليبيان. كويس؟ لو انا عندي الضغط اللي موجوده عندي، الضغط اللي موجوده عندي هي ليفت ضغط، انا اتكون عندي فاسكولار رينج ولا ما اتكونش؟ شايف انا؟ لفت حوالين الاسوفجس والتراكيه، اتس كومبليت فاسكولار رينج، نفس الكلام اللي اتقال عليه. لو هي ضغط مفتوحه هتتصور، لو هي ليجمنتم ارتروزس هيبقى في ايدنتيشن موجودين في الاسوفجس وفي التراكيه. امتى ده هيدينا فاسكولار رينج رقم ثلاثه؟ امتى ده ما يعملش سيمتومز ويبقى اكسيدنتلي فايندنج؟ لو الضغط يمين، لو كل الناس عندها ليجمنتم ارتروزس، كل الناس عندها ليجمنتم ارتروزس، لو ليجمنتم ارتروزس يمين. خلينا عشان ما نتلخبطش في الحكايه دي، لو احنا هنسكم علشان نعرف، لو الضغط في اتجاه القرش مش هتعمل حاجه، هي لازم الضغط هي اللي ترد على القرش عشان تكملها. الضغط في اتجاه الابارنت بس. يبقى لو عندي ليفت اورتيك ارش ووز ابارنت رايت سبكليبيان، ليجمنتم ارتروزس المفروض يكون فين عشان يكون فاسكولار رينج؟ رايت. لو انا عندي رايت اورتيك ارش وذ ابارنت ليفت سبكليبيان، ليجمنتم ارتروزس موجود فين؟ ليفت. فهمتوها؟ عشان يكون ده. طب احنا ازاي نعرفها بقى؟ اللي قالت عليه مش عارفه مين اللي قال، زمزم. احنا بنبدا ده فيو ايه؟ حد عارفه الاول؟ سوبر ستانل. ايه؟ شورت ولا لونج؟ شورت مش كده؟ عشان شايفين الاورطه هنا دايره، شايفين دي الثايمس اللي موجوده قدام، ده هنا عندنا هنا ده الاورطه اهو، وده هنا، يبقى ده شورت صح؟ هو بيعمل ايه دلوقتي؟ هو بيتحرك انتيريور بيستيريوري عشان يتريس البسل اللي موجود فيها. فدلوقتي هنا هو بيعمل ايه؟ ادي الثايمس موجوده قدام، ادي الانومينال، ادي الاورطه. هو لاقي برانش اهو ماشي ورا البرانش ده، ماشي ورا البرانش ده، هو بيطلع في النك، ما ادالوش بايفركيشن. تاني شايفين ده؟ ركزوا مع الاورطه اهو، فيرست برانش اللي موجوده عندنا هنا رايح ناحيه اللفت، بيمشي معاه بيجي كاروتد بس. يبقى القرش ده ليفت ولا رايت؟ القرش ده ليفت ولا رايت؟ الفيرست برانش رايح ناحيه الشمال ورايح ناحيه اليمين، ناحيه الشمال، يبقى القرش ايه؟ تمام انا؟ لا فيرست برانش لو من غير بيفركيشن بنقول عليها، لكن ده الفيرست برانش منها، شايف؟ يبقى ده القرش ده ايه؟ رايت عشان فيرست برانش ناحيه الليفت، بس انا مش لاقيها بالفركيشن، يبقى انا عندي هاي سسبشنس ان سب ليبين ابنورمال ابارنت. فاهمينها كده؟ طيب العينين دول بقى سيرج يعني بيدخلوا يقصوا اللي هم ما بياكلوش
يعني كنت طول الوقت اللي انا اعرفه ان هو الابيرنس اوف ليبيا مش بيكون الحالات بيعمل ديسبيجي بالظبط، لو عمل ديسبيجي بيعمل انديتيشن وبيدخلوا يعملوا ريبوزيشننج ليه، بيدخلوا يفكوا الليجمنت ارتيريوزس، لان هو عشان يعمل باسكولار رين لازم يكون يا ضغط يا بتاع. لا هو انت فاهمها صح، احيانا تعمل اه واحيانا تعمل لا، عشان احيانا تبقى باسكولار رين كومبليت واحيانا ما تبقاش باسكولار رين كومبليت، معتمد على مكان الليجمنت ارتيريوزس فين. فهمتوا؟ لكن ما حدش بيعمل ايه بالستي، ايه اللي احنا ما بنشوفوش بالستي، لا احنا ما بنشوفوش بالستي، احنا بنشوف ده عشان كده احنا ما نعرفش يعني بالستي. على فكره يعني اذا في البنتيشن بنقول لو التركيه والاسوفيكاس في حاجه زي ما هو الليجمنت ارتيريوزس ده زي الحبل كده، هو ممكن يكون معلم ممكن يكون لا، وعشان ده كارتلج وعشان ده سوفت تيشو موجوده اكوردنج ليها، يبقى انا بوصف فيها بوصف اللي انا شايفه، الكلينيشن بعد كده بيحدد الموجود ده فيه. طبعا ده باي برودكت بس تي مش محتاج اي حاجه. احنا عندنا هنا ده الارش الموجود عندنا اهو، وده الاخر في السبكريبيا شايفينها معديه ازاي من ورا، دي معروف. طب احنا كده قلنا كام نوع من الباسكولار رينج؟ ثلاثة. قلنا دبل اورتيك ارش، ده الكومبليت باسكولار رينج، دبل اورتيك ارش ده هي الباسكولار رينج الحقيقيه اللي كلها باسكولار رينج، يا اما يكون عندي ارش وده ابارنت سبكليبيان والضغط في اتجاه الابارنت فيسل او عكس اتجاه الارش، احفظوها زي ما تحفظوها عشان ما تتوهوش. دول ثلاث حاجات. في نوع انا هتكلم عليه دلوقتي عشان اقفل الباسكولار رينج، بس ده ملوش دعوه بالابنورمال اورتيك ارش، هو نورمال اورتيك ارش بس، عشان نكمل الباسكولار رينج اللي هي الاربعه. حد يعرف ليش بيسموها بالمونري ارتري سلينج؟ بتسمعوا التعبير ده مش كده؟ بالمونري ارتري سلينج ده ملوش دعوه بالارش، الارش نورمال، الارش نورمال اللي موجود عندنا. هنشوف هنا البالمونري هو الابنورمال بس عشان اقفل الباسكولار رينج. انا عندي كده الاسندنج اورتا كويس، وهو معدي من هنا، والفيرست بايفوركيتنج برانش رايح يمين ولا شمال؟ رايح يمين. يبقى العرش ايه؟ يبقى العرش شمال اهو. وانا عندنا رايت كاروتيد والرايت سبكليبيان والليفت كاروتيد والليفت سبكليبيان، صح؟ احنا كده كويسين قوي. مش عارفه اللي جمالتها الارتريوزس اللي موجود عندنا فين؟ من الناحيه الشمال. من الناحيه الشمال كان عندنا ضغط وقفلت موجوده هنا. نبص سوا للمين بالمونري، المين بالمونري بيدي رايت بالمونري ارتري بس كويس، واللف بيلف من ورا التراكيه ويروح للرايت للليفت بالمونري ارتري الليفت لانج. يبقى البالمونري سلينج عباره عن ايه؟ عباره عن المين بالمونري مش بيبقى فوركيت، المين بالمونري بيديك بس رايت بالمونري ارتري، والليفت يطلع من الرايت ويلف من ورا التراكيه ويدي الليفت لانج. هي الباسكولار رينج اتكونت، حد يقول الباسكولار رينج هنا الباسكولار رينج هنا اتكونت؟ حد يعديها لي. ادي المين بالمونري، رايت بالمونري، رايت بالمونري ارت، ليفت بالمونري ارت اللي جابتها من ارتريوزس اللي موجوده هنا. السيركل قفلت، الباسكولار رينج بتبقى بريزنتد بايه؟ بس مالهاش دعوه بالاسوفجاس لانها معديه من قدام الاسوفجاس مش من وراه. الباسكولار رينج دي المانيفستيشن بتاعتها ايه؟ اسبيراتوري بس. البالمونري سلينج ما يجيش بالسفيجر، الولد بيكبر وبياكل وكل حاجه، لكن هو عنده سبير سترايدر وعنده سبير ويز اللي موجود فيها. فهمتوها ليه؟ عشان هي الباسكولار رينج مش محوطه ال بتبقى شايفين ادي المين بالمونري اهو، من الترنك ده ما طلعش لفت لكن ادانا لفت رايت بالمونري، ومن الرايت بالمونري لفت من ورا. شايفين الايدنتيشن بتاع التراكيه هنا؟ شايفينها؟ ده الايدنتيشن اللي احنا بنقول الموجودين عليه. سهله هنا برده بالسي تي اللي موجوده فيها، عندي هنا ادي المين بالمونري اللي موجود فيها، رايت بالمونري، الرايت بالمونري هيروح كده، واللفت بالمونري عندي هنا، والتراكيه مفروصه في النص. شايفين السنج لايت اللي موجوده دي؟ تشاب بالايكو برده، اه بتتشاب بالايكو. دي صوره ساكته انا اسفه، دي صوره ساكته، ده مين بالمونري، ادور على الليفت بالمونري ما الاقوش، الاقيه هنا والاقيه موجود هنا. البالمونري باسكولار سلينج من الحاجات الصعبه انها تشخص بالايكو، لكن بتشخص احنا عرفنا الباسكولار رينج بالسي تي عرفنا الباسكولار رينج الموجودين عندنا. الباسكولار رينج يا اما بس المحوطه التراكيه اند اور اسوفجس اللي موجود فيها، موستلي الكومبوننت بتاعتها باسكولار ما عدا البي دي اي، ممكن تبقى فايبرس الموجوده عندنا، دبل اورتيك ارش، ارش وود ابارنت سبكليبيان والضغط في ناحيه الابارنت سبكليبيان. الثالث رابع حاجه اللي موجوده عندنا البرمونري باسكولار البرمونري ارتستي. مفهومه كده؟ طيب دي اخر حاجه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الانومالي اللي موجوده فيها، وهناخد بريك ونرجع للابستراكت بعد كده.
ده نوع من الفاسكولار رينج خامس انا ما شفتوش ومحدش شافه، هشرحه مره واحده ومش هنكمل، مش يعني اللي يفهموا يفهموا واللي ما يفهموش دي حاجات تقريبا كلينيك اللي مش موجوده. سموها ايه؟ سموها سيركمفلكس ديسندنج اورتا. يعني ايه سيركمفلكس ديسندنج اورتا؟ حد يعرف السيركمفلكس ارتري؟ هو جاي سيركمفلكس يعني ايه؟ يعني دائري، هو بيلف حوالين، هو بيلف حوالين نفسه. هو النورمال في الموضوع اللي موجود عندنا هنا ده الاسندنج اورتا، او صح ده الاسندنج اورتا الموجود هنا. الاسندنج اورتا ودي البالون، يحصل ايه؟ تراكيه والاسوفجس، ان القرش بدل ما يقرش من قدامهم يلف هو بنفسه من وراهم. عشان كده سموه سيركمفلكس ديسندنج اورتا، لسبب ما يقرر القرش بدل ما هو يقرش انتيريور، مش اول حاجه موجوده عندنا هي اورتك قرش انتيريور من الديسينا، لا هو قرر ان القرش نفسه يلف من ورا، يلف من ورا الاسوفجس والتراكيه. طب تعالوا نشوف كده، احنا قدام التراكيه اللي موجود عندنا هيبقى موجود عندنا المين فالمونري صح، وعلى يمينها او على شمالها وات ايفر هو هيلف ازاي هنلاقي القرش صح، ويلف من وراها الديسندنج اورتا، ويجي على الجنب الثاني اللي هو قصاد الاسندنج اورتا ينزل الديسندنج اورتا ويكمل بالبيديال صح. تبقى الباسكولار رينج اتقفل، فهمتوها ازاي؟ يبقى الابنورماليتي اللي حصلت هنا هي في الديسندنج اورتا، ان الديسندنج اورتا بدل ما يبقى انتير ميدياستاينال ستراكشر هو بنفسه الارش يلف يبقى بوستير ميدياستاينال، يعني هو ورا الاسوفجس وينزل والدايره تكمل بالضبط. فهمتوها؟ فهمتوها؟ فيري رير فيري رير. دي الباسكولار رينج رقم 5 محدش شافها، الكلام ده اوتوبيسز في الاناتومي لكن محدش شافها. انتوا فهمتوها؟ فهمتوا الرينج متكونه ازاي موجوده فيها؟ فيري فيري رير. احنا كده قفلنا موضوع الباسكولار رينج. الباسكولار رينج 5 دبل اورتك ارش، يا اما ارش وذ ابارنس اوف كليفيان والضغط في ناحيه الابارنس اوف كليفيان، او بلمري ارش ستينج تعرفوها في الهيستولوجيكال مورفولوجي الموجوده فيها. انا اتكلمت دلوقتي على الابنورمال برانشنج، اتكلمنا على الابنورمال برانشنج اللي موجوده فيها. في حاجه اسمها نورمال فاريانت. النورمال فاريانت ده عباره عن ايه؟ دي من باب الفان ثينكس اللي كنتوا تعرفوها. عندنا حاجه اسمها بوفاين. بوفاين جايه ان احنا الجين اللي موجوده في الانيمالز برضو ان احنا يكون عندنا القرش بدل ما بريكنج كيفاليك يدي سبكليفيان والكاروتيد الاولانيين ياخد معاه الكاروتيد الثاني، ويبقى السبكليفيان اللي موجود عندنا موجود لوحده، بس السبكليفيان هيبقى هو الفيسل الوحيد اللي طالع من القرش. البوفاين ده في منها تايب A وتايب B، يبقى عباره يا اما عندك كومن ترانك ومدي ثلاثه فيسل من فوق، او ان الكاروتيد ليفت يبقى مشارك باورجن من قلب الاورتيك ارش جاست فور فان. ساعات يحصل ان كل النيك فيسلز تطلع بالكومن ترانك باوستيوم كده وتبدا تتفرع زي الشجره، يسموه ده البافلو. يعني فاهمين يقصدوا ازاي؟ نورمال فاريانت ملهاش اي امبليكيشن موجوده فيها، جاست ديسكريبشن، ولو حد قراها في الاناتومي يبقى عارفها. برده من النورمال فاريانت اللي انا ما كتبتهاش بس هزودها في المحاضره الجايه، حد منكم سمع على الجوثيك اورتيك ارش والرومانيك اورتيك ارش؟ سمعتوها؟ هي الشكل الهندسي بتاع الاورتيك ارش الموجود فيها، يمكن هزودها المره الجايه. الجوثيك والرومانيك اورتيك ارش هي جايه من شكل الكنائس القبطيه والقوطيه، يعني الكنائس القبطيه اللي هي موجوده في مصر، لو حد منكم شاف الاوبب بتاعت الكنائس هيلاقيها راوندد، هتلاقيها قبه، فهي تبقى موجوده اللي هو القرش نفسه. ساعات القرش يبقى عامل زي شكل الثمانيه، يعني يبقى مشدود لفوق جدا، ده اسمه جوثيك اورتيك ارش اللي هي ابنورمال شيب، بس هو بدل ما يلف نص دايره كده حواليها يقرش بشكل ثمانيه، فيسموه اورتيك رومانيك اورتيك ارش او جوثيك اورتيك ارش. ده تعبيرات ساعات بيعمل جريدنت بس يعني مش قوي، يعني مش ده هيكون السبب اللي موجود فيه كده. فهمتوها؟ ده الابنورماليتي. احنا كده خلصنا، هناخد بريك دلوقتي، الجزء اللي جاي قليل جدا. الابنورماليتيز الموجوده عندنا هنا في القرش هي بتتقسم للاناتومي، يا اما ابنورمال او يا اما البوزيشن بتاعه ابنورمال، يا اما في اكسترا قرش حد موجود فيها، يا اما ابنورمال في البرانش بدل. المكان بتاعه الابنورمال هي الرايت اورتيك ارش والسيرفايكال اورتيك ارش والسوبرا نيوماريستي دبل اورتيك ارش ريزيستنت بي دي ايه. الابنورماليتيز في البرانش في الفيسل في النيك فيسلز هي ابنورمال ابارنت نيك فيسلز زي ما احنا شرحناها. حد عنده اي اسئله في ده؟ لما هناخد بريك 10 دقايق كده الناس تجيب اي حاجه تشربها. اوكي. احنا دلوقتي هنتكلم عن الكاتيجوري الثانيه من الارش انوملز اللي
موجود فيها اللي هي الاوبستراكتيف ليجن. الاوبستراكتيف ليجن هي فلو ثيري، يعني فلو ثيري ان الجزء ده ما وصلوش في الامبريوجينيك لاين انف بلاد عشان كده بقى صغير، بس دايما اوبستراكتيف ليجن. هي الثلاثه هي حاجه واحده، اورتيك اركيتيشن ان التراكتد او اورتيك ارش او تيوبرال هايبوبليزيا. احنا بس هنشوف في الايمجينج هي عباره عن ايه. هي عباره عن جريدنج لسبير سبير نالو. يبقى عندنا لو عندنا اورتيك اركيتيشن هنلاقي فوكال نالو، مش كده؟ لو هو بقى ما بقاش نالو بس بقى كومبليت انتربشن بين الاسنج اند السنج هيبقى اسمه ايه؟ انتربشن او اورتيك. ساعات يبقى في فورم من الاركيتيشن اللينف بتاعه يزيد فنسميه تيوبولار هايبوبليزيا او يسموه ميد اورتيك ارش سندروم زي ما هناخد كمان شويه. طيب الاورتيك اركيتيشن الثلاثه دول سببهم ايه؟ سببهم ان الفلو ثيري ان حصل ديكريز من الفلو اللي موجود في البي دي اي، عشان 75% من السنج اورتيك الفلو بتاعه معتمد على البي دي اي بقى مش موجود، فعلشان كده حصل فيه الابستراكشن نارمنج اللي موجود فيها ده. طيب الكواركتيشن دايما بيبقى موجود في الازمس اللي هي المنطقه دي، يا اما يبقى موجود عند منطقه الدكت فنسميه الدكتر كواركتيشن، او يبقى موجود قبل الدكت فنسميه بري دكتر كواركتيشن، او يبقى موجود تحت الدكت فنسميه بوست دكتر كواركتيشن. البري دكتر كواركتيشن اللي هو قبل الدكت ده بيبقى موجود في الانفنت وبيبقى جاي هارت فيلير، لكن البوست دكتر كواركتيشن ده اللي بنشوفه في الاضرب، ده غالبا العيانين بيكبروا و طيب الاسوشيتد ليجن الموجودين. لما حد يقول لي عندي كوركتيشن اوف ذا اورتا فانا لازم اسال على الاورتيك بامب، كومن اسوشيشن يكون عندي بايكاس من الاورتيك بامب ويكون عندي بي دي اي. زي ما قلنا في البرزنتيشن بتاعكم ممكن نشوف اطفال جايه بسيفير هارت فيلير اللي موجود فيها ده عشان بري داكتر كوركتيشن، عشان هو فوق الضغط كمان، يا اما في الادلت ممكن نشوفهم بريزيستنت هايبرتنشن ويبقى في عندي كولاترال حاجه زي كده. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نشوفها بالايكو ده شايفين الاورتا عامل ازاي؟ الاورتا ده ايه؟ ده بايكاسب، ده ترو بايكاسب اورتيك بامب، شايفين مفيش رفي، ترو بايكاسب اورتيك بامب. طيب انا دلوقتي حد يفكرني كده، هو احنا ايه البيوهات بتاعت الايكو اللي موجوده عندنا؟ بنشوف العرش بايه؟ سوبراستينال برو شورت اكسس ولونج اكسس الموجودين عندنا. هو احنا عشان نشوف كواركتيشن هنشوف لونج اكسس ولا شورت اكسس؟ لونج اكسس مش كده؟ طيب دي هنشوفها كده، شايفين النارنج او الشلف اللي احنا النارنج او الشلف اللي موجود عندنا ده شايفينه؟ طب لما نحط عليه كرب هنلاقيها عامله ازاي؟ شايفين التربلنس اللي موجود عندنا ده؟ طيب بنحط عليه دوبلر بنلاقي عندنا ان البلوستي عندنا عاليه. فاكرين لما قلنا البرنولي ايكويشنز لما احنا بنقيس بلوستي ونرفعها ونضربها في اربعه ساعات بنلاقي الدايستوليك تيل. الدايستوليك تيل ده سببه ايه؟ ان دلوقتي عندنا هو البيشنت عنده كاركتيشن كيو بي كيو اس بتاعته كام؟ واحد صح؟ يبقى كل البلاد لازم يعدي من النارمنج الموجود عندنا ده. طيب انا دلوقتي عندي الباب ده كنت عايزه 100 بني ادم يعدي منه، فالباب ده واسع فهم هيعدوا 10 10 20 20 وخلصوا بسرعه. الباب ده بقى عباره عن قفلنا ضرفه منه وخليناه نارمنج. هو في حاجه قالت ان ال 100 عيان مش هيعدي منه؟ هيعدي، بس هيعدوا في وقت اطول، فعشان كده هيبقى في سيستولي اند دايستولي، عشان كده تلاقي الكاركترستيك دايستوليك تيل عشان هو كبير كيو اس اللي هي واحد هو لازم هيعدوا ال 100، مفيش حاجه هتخليه ما يعديش. لذلك مثلا في حالات الكواركتيشن لما عندنا بي اس دي الشنط فيها بتبقى عنيفه عشان هم بيصدقوا اي شويه بس بتسرسب من الريزيستنت العاليه دي. فبص تلاقي لو عندك بي اس دي صغير هتلاقي الفلو عليه عنيف جدا. فاهمين يقصد ازاي؟ انا بس بضرب لكم مثلا بيها عشان يكون عندك كواركتيشن دايستوليك تيل ده اللي كان المفروض يعدي ديورنج سيستولي وما لحقش يخلص فهو بيكستند اوفر ذا تايم. فاهمينها؟ طيب اشخص ازاي كواركتيشن سوبر استرنال مش كده؟ زي ما احنا شخصناه كده؟ لا، هو انا من اول ما ببدا الاستاذ بيبقى عندنا سسبشس من السب كوستال. يعني لما بتبقى عندنا هنا لما بنشوف السب كوستال ده شايفين ده اللي فيه ربنا كيف داخل هنا. لما يبقى عندنا البرستنتي بتاعت الاورطه شايفين الاورطه هنا عامل ازاي؟ في جود برستنتي وشايفين الفلو رايح وراجع فيه كويس، وان انا الاقي عندي هنا الدوبلر لما احط الدوبلر الاقي البرستنتي بتاعته كويس. لما باجي في الكواركتيشن شوف كواركتيشن الاصل فيه ان هو اوبستراكشن الموجود فيها، لو انا ما عنديش كولاترال كفايه للموجود فيها انا مش هحس بفلو ريفرسيشن مش كده؟ كمان لما اجي اشتغل هنا في فاكرين لما شرحنا الاول قلنا ان السيجمنتال اناليسيس احنا اول حاجه بنبدا بيها بنبدا بنعمل الالترا ساوند كده وبنعمل الاورطه وبنعمل الاورطه سب كوستال.
بلاقي الفلو فيها دمبج وبلاقي الدايستوليك تيل ده هو ده الميرور ايمج بتاع اللي فوق، بس هنا طالع لفوق ليه؟ الفلو طالع لفوق ليه؟ عشان رايح ناحيه البرو. هو نفس الفلو اللي موجوده عندك اللي نازل فيها. ازاي كل الناس اللي بتشتغل ان سيستماتيك واي في الايكو بتقدر تسسبكت كواركتيشن من اول ما بتحط البروب على العين، فاهمين؟ فما ننساش دور الفلو ده. طيب انا دلوقتي شفت الايكوز اللي احنا موجوده عندنا شايفين كده. طيب هل احنا محتاجين اكتر من كده؟ هل احنا يعني احنا دلوقتي عملنا كواركتيشن، هل كفايه الايكو في الكواركتيشن ولا احنا محتاجين حاجه ثانيه؟ واحنا لما نشخص كواركتيشن هو احنا محتاجين نعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني الكواركتيشن ده ديسيز بيتعمل له ايه؟ شخصنا فلو وشخصنا بتاع. احنا دلوقتي شخصنا سيرجري ده حل، وايه تاني؟ كود بيب بريترفيشن. مش هندخل دلوقتي مين اللي روح فين او مين اللي روح، يعني احنا نقدر نخش بالقسطره نوسعه بالونه ونعمله ستنت او بعض العيادين بيروح سيرجري. مين يعمل ايه؟ هو انا محتاج اعرف تفاصيل يعني الرول بتاعتي. يبقى غالبا 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 الايكو مش انف حالات الكواركتيشن، مش عشان الدياجنوز انا بشخصه بالايكو، لكن علشان اعرف الاستراتيجي بتاعتها ايه. يعني عيان زي ده مثلا، ده عيان محصره لونج، عيان زي ده ما راحش قسطره، ده ديلي انتربتد او ده. عيان زي ده شايفين زي ده، عيان زي ده احتمال يدخله ويوسعه، فاهمين يقصد ازاي؟ يبقى الكروس ايمجنج اللي موجوده عندنا هنا في حالات الكواركتيشن مش موجوده عشان دياجنوزس، لكن هي موجوده عشان ايه؟ عشان بلاننج اوف ذا بيرسون. مش مكاننا دلوقتي نقول ده، احنا شرحنا المحاضره لوحدها ان الرول اوف سيتي قبل الكواركتيشن فجاه هنعمل. طيب ده عيان عامل ايه؟ ستنت وحطيتها كوركتينيس موجوده فيها وكده. طيب وانا ليه بصوره؟ ليه صورت العيان ده وبعد ما عمل لو واضح انه ما عندوش كواركتيشن عشان اعمل له ستنت؟ ممكن يكون حصل ليه كواركتيشن، ده احتمال، بس لو ما حصلش ليه كواركتيشن بصوره ليه؟ عشان انيوريزم، عشان كومنت انك لو بتحط ده نلاقي فيها انيوريزم، فده روتين فولو اب نعمله بي سي تي في الاول، بعد كده ممكن نعمله بعد كده على اللونج رام بالامبراي. ايه؟ عند الليفل ولا بعد؟ لا ممكن تكون عنده، ممكن تطلع منها، ممكن الانيوريزم تتكون موجوده فيه. عايزه اقول حاجه، اختار ايمجنج موداليتي ايه لو انا حاطط ستنت في قلب الكواركتيشن؟ اختار ام ار اي ولا سي تي؟ ديبند على السؤال اللي انت عايز تساله. لو سؤالك اباوت ستنت اتسلف سؤال فيها سي تي، لان الام ار اي ما بتقدرش تشوف الميتال بتديك سيجنال بايد، هتشوف كانه مش موجود فما تقدرش تديك. لو انت عايز تسال عن حاجه في الاورت ارش ادي اسنج اورتا او في السنج اورتا او في المايترال او في اي حاجه انت عايز تعملها، وجود الستنت مش كونترا انديكيشن العيان يدخل ام ار اي، بس ديبند على السؤال اللي انت عايز تجاوبه. لو انت بتسال على حاجه في الستنت اتسلف، ستنت فراكشر ستينوزس انيوريزم، الام ار اي مش هتشوفها. فهمتوها اقصد ازاي؟ يبقى احنا لازم نعمل ساعتها لازم نعمل سنة. طيب السؤال اللي كانت نوره بتساله قبل كده، ليه نعمل ده للناس اللي مش بيشتغلوا ام ار اي؟ ده تكنيك في الام ار اي اسمه الدوبلر بتاع الام ار اي. اعرفه ازاي؟ ان انا الاقي الصوره الوحيده اللي عامله زي التلفزيون لما كان بيقفل زمان، شايفين التلفزيون لما كان بيقطع ارسال من الوش كمان، ده الصوره الوحيده في الام ار اي اللي ليها الباترن بتاع التلفزيون لما يوش، ده هي صور الفلو. هو ده الدوبلر بتاع الام ار اي بتاعنا. بدون دخول في التفاصيل يعني دايما هتلاقي الصوره دي وتلاقي صوره انت مش هتفهمها، لان دي عباره عن الدوبلر اتسلف يعني اللي هو البلاستي، لكن دي الصوره الاناتومي. دايما هتلاقي لما تلاقي الصوره اللي بتوش دي في اي حته، بص على الصوره اللي قبليها على طول اللي على يمينها على طول هتلاقيها صوره الاناتومي. شايفين ان احنا عندنا هنا ديجري اوف اوبستراكشن، هنا في اليزنج هنبقى نشرحه بعدين، وهنا لما زودنا البلاستي زودنا الدوبلر بتاعه لقينا الفلو موجود فيها لمنا، فاهمينها؟ احيانا بنحتاج الام ار اي في الكواركتيشن. يبقى احنا لو قلنا احنا بنشخص الكواركتيشن باي ايكو اند باي كلينيكال، طبيعي انك تقيس ضغط العيان في ايد تلاقيه هايبرتنشن، وتقيس في الايد الثانيه ما تلاقيه نورمال، او تقيس الضغط ما بين ايديه ورجليه فتلاقي في فرق في البريشر موجود فيها. تحط ايدك على الفيمورال مش هتلاقي الفيمورال موجود. لما تعمل ايكو وتسمع بالسماعه فانت هتشخص كواركتيشن. فالكواركتيشن عيب قوي انك تبعته للفروس ايمجنج مودرنس في الدياجنوزس، يعني دي وحشه في حق الكلينيشن اللي عملها. ممكن تشخصه بالايكو هتجيب الدوبلر والبلاستي، لكن هل احنا بنكتفي بالايكو؟ لا ما بنكتفيش بالايكو، لان احنا عندنا كروس ايمجنج موداليتيز عشان البلانز بعد كده ادخله سيرجيكال، هل في كولاترالز، هل في حاجات المفروض اخد بالي منها،
عملنا العمليه او عملنا القسطره وخلصنا الفولو اب بتاعه يا اما يكون سي تي ام ار اي لان في انيوريزمال دايليتيشن بتحصل بعديها او ستنت فراكشر او سينوز مثلا. فاهمينها كده؟ طيب احنا كده خلصنا الاورتيكو اركيتيشن. هنتكلم على الانتربتد اورتيكو ارش. الانتربتد اورتيكو ارش ما هو الا ان الاركيتيشن زاد. نعم كنا برضه التكييف ساكت. طيب يشغلونا عندهم ايه؟ طب الانتربتد اورتيك ارش، الانتربتد اورتيك ارش سيفير فورم اوف كاركتيشن. يعني احنا شفنا البين بوينت اللي كانت موجوده كاركتيشن موجوده ده، لما يحصل يحصل سيفير فورم منها يحصل ان الاثنين يفكوا من بعض، يبقى السنج والسنج اورتا مش موجودين. قادرين تفهموها؟ طيب الانتربتد اورتيك ارش ده مش كومن انومالي. الانتربتد اورتيك ارش ده بيتشاف في الاطفال اكتر. ده واحده من الميجور البرزنتيشنز الموجوده فيها. مفيش ادلت بيتشخص، مفيش ادلت بيتشخص انتربتد اورتيك ارش. ده حاجه بتتشخص للبوتش بيبل، يعني ما بيتشخصش انتربتد اورتيك ارش في الادلت لايف، ده بيتشخص في الاطفال. طيب الانتربتد اورتيك ارش اعتبره سيفير فورم من الكاركتيشن، يعني يحصل نرف في الاسمس بس ما يحصل انتربشن، مفيش فلو بيعدي منها. طيب برضه دي فلو ثيوري، اكيد الفلو كانت قليل في البي تي ال لدرجه ان هي الحته دي ما اتكونتش. انواع الانتربتد اورتيك ارش اتس اي بي سي الموجوده عندنا بنحفظها درسنا ازاي بالنيك فيسلز. لو الاسنج اورتا ادى كل النيك فيسلز وحصل بعديه الانتربشن اورتيك ارش ده طيب ايه؟ لو حصل ان الليفت ان الليفت سبليبيان اللي موجود عندنا هو اللي طالع من الديسنج اورتا والانتربشن حصل بين الليفت سبليبيان والليفت كاروتيد بنسميه تايب بي. لو حصل ان البريكوكيفاليك بس هو اللي بيلونج للاسندنج اورتا بنسميها تايب سي. سهله يعني، تتخيل كده الاورتيك ارش لو كل الفيسلز طالع من الاسندنج اورتا وحصل انتربشن بعدها يبقى ده تايب ايه. لو حصل بين ذا سبكليبيان والكاروتيد ده تايب بي. لو حصل بعد البريكوكيفاليك على طول ده تايب سي. اشهرهم هو تايب بي. 75% من اللي بنشوفه هو عباره عن انتربشن تايب بي الموجود. قادرين تفهموها كده؟ طيب ال ازاي فيرو بتقول ان الفلو خلال البي دي اي مش كويس، مع ان البي دي اي هي اللي ويل فورمد والحته اللي هي من الارش اللي قبل البي دي اي هي الاستبلوت او لا؟ ده دلوقتي لو احنا عندنا هذا الفورم من الاتراكت اورتيك ارش غالبا بيبقى كومبايند بالليفت هايبوبلاست كارت سندروم. المشكله الاسندنج اورتا، عشان كده الاسندنج اورتا بيكمل يبقى صغير لغايه ما يحصل الحته دي تبقى ديسكونكتد خالص. عايز اقول لكم على حاجه، البيتي زي ما محمد بيقول كده، الفورم من الانتربتد اورتيك ارش ده اكتر فورم مشهور فيه تقول عليه دكت ديبندنت سيستميك سيركيليشن. بمعنى ايه؟ انا مش عايز الدكت دي تقفل. احنا كل الاطفال اللي بتتولد بنستنى شويه عشان الدكت تقفل. حياه البني ادم ده معتمده على الدكت دي تنها مفتوحه. اكشولي كل الانترفنشنز اللي بنعملها عشان نوسع الدكت دي، عشان نحافظ عليها انها تكون مفتوحه. يبقى ده فورم منها اسمها الضغط ديبندنت سيستميك سيركيليشن. هو احنا لما نيجي نقيس الساتوريشن بعد ما البيبي يتولد نقيسه في رجلين، الساتوريشن في رجلين هيبقى زي الساتوريشن في ايديه؟ امال هيبقى ايه؟ الساتوريشن في ايديه هيبقى احمر علشان هو جاي من اكسجينيتد براد رايح لايديه، لكن الساتوريشن في رجليه هيبقى ايه؟ دي ساتوريتد. بنسميها ايه؟ ديفرنشال سيريوزيس. يبقى العيان ده ايديه غير ايديه. فاهمينها؟ طيب هيمودايناميك تاني اللي موجوده فيها، انا امتى اشك في العيان ده؟ قلنا ان البرزنتيشن بتاعت الانتربتد اورتيك ارش اللي موجوده عندنا يوجوالي مور كومبلكس عن الانتربتد اورتيك ارش. هي عباره عن كل ليفت سايد بيبقى صغير، هيبوبلاستيك ليفت هارت سندروم، سون كومبلكس، كل الحاجات اللي هي ليها علاقه بالالي بي تيوب ستراكشر. ده برزنتيشن مفيش عيان ادلت عنده انتربتد اورتيك ارش. ده برزنتيشن في الاطفال وبتبقى ات از ان امرجنسي سيتويشن، يعني اللي موجود فيها مفيش، ما بنكتشفوش اول ما بتولد. يعني البيشنت بتاع الانتربتد اورتيك ارش مش زي التي جي اي. التي جي اي مثلا از دايجنوز فيرست اورز اوف لايف، لكن الانتربتد اورتيك ارش ده هو امتى هيضايق من نفسه؟ امتى يدينا مانيفستيشن؟ لما الضغط تبدا تقفل. ازاي الانتربتد اورتيك ارش اللي موجود فيها تبقى يجي لنا بعد سن 3 اسابيع اسبوعين؟ بس ده ايه؟ على فكره ده ضغط كبير قوي. الضغط بتبقى كبيره جدا، لكن هو بيبقى بيبدا يعمل فيها ايه؟
يبدا يبرزنت امتى؟ عند سن 3 اسابيع لما يحصل شويه كونستريكشن الموجود فيها تبدا تلاقي العيان بدا يدخل في هارت فيلر، يبدا يحصل كونستريكشن ما بتقفلش يعني عمر انتربتد ارتيكل، بس احنا ندخل نعمل ستنتج للضغط او نبدا ندخل بعد كده فلورورد او الحاجات او الهايبرتيك زي ما بتوع الميزاتك قال. طب انا بشخصه ازاي؟ واحده من ضمن الحاجات اللي محتاجه اكسبرت ليفل في الايكو يعني بتاعتي على ناس كتيره، وهي ده مش الليفل بتاع البيزك للبيزك ليها، لكن احنا هنشوف ان احنا عارفين نجيب ارش زي ما احنا شايفين كده. حد يقول لي اللي احنا شايفينه ده عباره عن ايه؟ ادي الاسندنج اورتا ودي البريست بريكيو كيفاليك متقسم اتنين، الارش ده ليفت ورا رايت رايت ارش عشان البريكيو كيفاليك رايح فيه، لكن انا في نفس الوقت مش قادر اشوف الكونتينيوتي بتاعي. يعني انا عباره عن ايه؟ واحده من ضمن الحاجات يعني انا هشرحها بالتفصيل، لكن دي واحده من ضمن اكتر الحاجات اللي بتلخبط بتعدي على ناس كتير. في ناس كتير بتفتكر ان ده القرش، فاهمين اقصد ازاي؟ ان ده القرش ما ينفعش يكون القرش ومعدي فوقيه ارتيريا، مفيش حاجه ارتيريا فوق القرش، يبقى ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ارتيريا. في ناس كتير بتتلخبط ما بين الضغط ويسميها ده اسمه حتى بأماره ما ده اسمه ضغط القرش، يعني في ناس بتقول عليه ضغط القرش اللي موجود عندنا اتزن قرش، لكن ده برمونري، ده هرمونال ميدي بي دي ايه وميدي ديسندنج. في اسندنج اورتا موجود فوق مش اي علاقه بالموضوع، فاهمني اقصد ازاي؟ فيري فيري كومن بيت فورس وفيري كومن ميستيك ان الناس تشخص الانتراكت اورتيك ارش على النورمال اورتيك ارش، انها بتبص على الهرمونال اللي مكمل بي دي ايه ونازل لتحت. كيرفول اكزامينشن واحنا مشينا بالترتيب، مفيش ارش فوقيه ارتيري، الارش فوقيه فينس ستراكشر بس، فاهمني اقصد ازاي؟ فالموضوع شويه ديتيلز موجوده فيها، لكن هي بتتشخص السسبشنس بتاع الليفل بتاع تشخيصها بالايكو، محتاج الاكسبرت، لان هي بتتشخص بسهوله بالكروس ايموجي موداليتي. شايفين ده عباره عن هيوج بالمونري، شايف محمد الاورطه صغير قد ايه كونفرتبل بالمونري، ومش بس مشكله دكتور ليها، لكن هي كمان عندك الاسنان الاورطه الصغير ده. طيب ده عباره عن تايب كام؟ تايب ايه؟ برافو عليك. كل الجريد بس طالعه من هنا، وبعدين حصل النرجن اللي موجود عندنا، وعندنا ده شايفينها؟ طيب فهمتوا كده الانتربتد اورتيك ارش؟ اتس يعني اتس بيبي يعني اتيوبال هايبوبليزيا، او يسموها الميد اورتيك سندروم. الميد اورتيك سندروم ده عباره عن ايه؟ اتس ان اوبستراكتيف ليجن، اتس فلو ثيري، الفلو اللي عدى في الاورطه قليل، معرفش استيميليشن للبراس، بس هو بدل ما بيحصل فوكال كواركيتيشن الموجودة عندنا بيبقى ديستريكت، يا اما ياخد القرش معاه يا اما ياخد السندنج اورتا معاه، المهم ياخد اي حته اكستنسيف لينكت موجوده فيه، ده بيزود صعوبه العمليه اللي موجوده فيها، بيخلي نسبه بتخليها هاي ريسك، او يمكن ايفن ما بنقدر في حاجه ما بنقدرش ندخل نصلح. لو الازمس فيه احنا بنقارن كل حاجه بالاسندنج اورتا. لو الازمس احنا انت بنقول عليها تيوبر هايبوبليزيا، لو الازمس اقل من 40% من الاسندنج اورتا، لو البروكسيمال ترانسفيرس ارش اقل من 60% من الاسندنج اورتا، لو الديستال ترانسفيرس ارش اقل من 50% من الاسندنج اورتا، يبقى انت بتقيس الاسندنج اورتا وبتقيسه، انت خدها من تحت لفوق كده 40 50 60، فاهمانها ازاي؟ يعني الازمس اقل من 40% من الاسندنج اورتا. اتس سيستم بابليكيشن، في ناس بتقول حاجات تانية، لكن خد اي تقسيمه وانت قلتها احنا بنقول عليها لو الازمس اقل من 40 من السن الجورتا، يعني السن الجورتا اقل منه اتس ان هايبوبليزيا او هايبوبلاستيك ارش. ممكن نمشي على الزد سكور اللي هو اكتر من -2، اكتر من -2 بنحسبها، لكن ده حاجه ريليتيفلي للناس وهي قاعده في بيس. يعني لو انت قست السن الجورتا اربعه ولقيت الازمس بتاعك اقل من 1.5 اتس ان هايبوبليزيا، فاهمينها ازاي؟ طيب امتى تسسبكت ليها الهايبوبلاستيك اورتيك ارش او تيوبر هايبوبليزيا او ميد اورتيك سندروم؟ فيري ديفيكلت انها تشخص بالايكو، انت محتاج كروس ايمجنج موداليتي علشان تقدر انك انت تعرفها. شايفين هنا مثلا ده عباره عن فيو موجود عندنا لبيبي، يعني انا فاكره ان البيبي ده كان عمره شهر تقريبا او حاجه زي كده، الفلو هنا احمر عشان هو رايح في اتجاه البروك، وبعدين السنج اورتو، وبعدين احنا مش شايفين الدنيا بالنسبه لنا مش واضحه، نيجي نحط الدوبلر احنا مش عارفين نكون بنديكولر عليها، في سمثينج موجود عندنا هنا احنا مش قادرين نفكر قوي. لما بنبعته للكروس ايمجنج موداليتي شايفين هنا برضو في صعوبه ان احنا نشوف، احنا شايفين ان في هنا نارون، لكن هو نارون هل هو كينك احنا مش عارفين. لما بنبعته للكروس ايمجنج موداليتي شايفين الصوره عندنا كانت واضحه ازاي؟ انا عايزه اوقفها لكم هنا.
الريكاب اللي موجود عند الاستكتب ده، انا كده خلصت. انا بس هوريكم شويه حاجات ممكن تنفع بعد كده نطلع على الفيتشر. الكلاسيفيكيشن بتاعت الابنورمال العرش الامامي بقى عندنا كلاسيفيكيشن في دماغنا اتز اناتوميكال ابنورماليتي او ابستراكتيف ليجن. ابستراكتيف ليجن فيري سمبل، بلاد ما عداش، ما حصلش ستيميشن او البروت الموجود عندنا، يا اما فوكال كوركتيشن يا اما اكستند شويه يبقى اسمه هايبوبلاستيك، يا اما هايبوبلاستيك ارش، يا اما هايبوبلاستيك ديسندنج اورتا. في مقاسات كتيره، خد اي مدرسه انت عايزها. يوجوالي احنا بنقول بتبقى اقل من 40% او اقل من نص الاسندنج اورتا. عندنا اورتيك اوكيديشن هايبوبليزيا او انتربتد اورتيك ارش بانواعه الثلاثه الموجودين عندنا. الاناتومي بتاعتك تبقى انت عارف امبريولوجي في الدرس ده، ده الدرس اللي لازم نعرف فيه امبريولوجي. يا اما عندنا ابنورماليتي في البوزيشن بتاع الارش، يا اما في عددهم، يا اما في البرانش بتاعت النك بس. ابنورماليتي في البوزيشن بتاعت الارش، رايت اورتيك ارش، سيرفايكال اورتيك ارش، سوبر نيوميرستي الموجوده عندنا دبل اورتيك ارش بي دي اي. والابنورماليتي في البرانش من الحاجات اللي احنا قلنا عليها من الافرنس السيبيان او انها تكون فاريانت نورمال موجوده عندنا. في حاجه في حاجه بعنف ماشيه في الليتشر بعنف، وهي اكشوال بدات تبقى موجوده في مصر وبدات هي موجوده عندنا في اسوان اون ريسيرش بيزس. في حاجه اسمها اللي انتم شايفينه ده، شايفين ده عباره عن اورتيك ارش مش كده، معمول في كاستو معمول من بره، ده سي تي الطبع يعني السي تي بقينا بنتفرج عليه 3 دي. زمان كنا بنخليه يلف قصاد البني ادمين وكده، بقى دلوقتي بقى فيه كمان يبقى عندنا 3 موديل برنت، يعني ده عباره عن سي تي احنا عملناه وطبعناه عشان نشوف شكل الاورتيك ارش. ده بينقل الجراحه والايميجنج في ليفل ثاني خالص، يعني بدل ما الجراح يدخل يدور على العرش وبيخبط ايديه، بيعمل بيرسونلايز ميديسين بقى، يبدا يقول ولا يحط الباتش المعين كذا الاوبستراكشن موجود فيها. ده اتنقلنا من مرحله 3 دي فرجه ل 3 دي برينتنج في ايدينا الموجوده عندنا. ناس كتير اول منكم بالالوان اللي بقت موجوده في الام ار اي دي حاجه اسمها 4 دي فلو استنى ريسيرش بيسز، بس اعتقد ان هو في الاورتيك ديسيز كلها او في الارش انوميلي ده من الريسيرش اريا الكلينيكال. هو ده حاجه بتقدر تعرفنا الباترن اوف فلو الهيمودينامكس بتاعت الفلو باترن الموجوده عندنا. الليتريتشر مليانه بقى لنا 10 سنين دلوقتي ماشيين في الاورتا الباكاس بالاورتا كاركتيشن ورشي ستريس، ازاي الابنورمال باترن اللي موجود عندنا ده لما الفلو بيمشي انجريتد او بيمشي ان سيركل مثلا، هو بيأثر على الانتما بتاعت الاسندنج اورتا فيعمل لي انوريزم ويربشر. ده اللي كان حد بيسالني عليه على ليه بيبقى موجود في الاسندنج اورتا. اتس ان ابنورمال فلو ثرو كاركتيشن بيعمل هاي وول شير ستريس، يعني سرعه الدفاع الدم على البس اللي موجود فيها عندها يعمل فيها كتير، يعمل بروديوسنج الانوريزم ويتش از في الاورتا فيري دينجرس لان هو بيعرضه للسبونتينيوس رابشر. الحاجتين دول اعتقد ان هي يعني هي لمحه للمستقبل، بس يعني سون هتسمعوا عن الكلام ده، فانا مش عايزاكم تتذكروه بس تبقوا عارفين 4 دي فلو ليه امبليكيشن للانوريزم فورميشن في الارش انومالي. ودلوقتي بقى في حاجه اسمها 3 دي موديلنج، استل الحاجز ما بين الناس السي تي موجوده عند كل الناس مش عند اسوان بس، لكن الحاجز استل الفلوس لان هي غاليه، طبعات الحاجات دي غاليه لما بيبقى في ماس برودكشن وكده. اعتقد ان لما الماتيريال ترخص هتبقى موجوده في كل حته يعني. ده طيب انا كاتبه هنا سجست دريمز وكلير، انا عملت منها المحاضره دي. انا عايزه اقول لكم حاجه، الكلاسيفيكيشن دي مش موجوده في حته، انا يعني لقيت نص الكلاسيفيكيشن انا كنت في الكتاب وقعدت اقرا شويه شويه كده لغايه لقيت حد كاتب فلو ثيري، فانا اعتقد ان يعني ده ما طرا ليا ان انا احفظها لنفسي، يعني اللي هي الارش انوماليز تبقى موجوده ازاي. طيب عشان نشوف الارش انوماليز زي ما احنا قلنا كيف ذا كلينيكال سينس اند تيك ا جود هيستوري، في حاجات كتيره انت هتساعد فيها الايميجر ان هو ياخد القرار فيها. كل الباسكولار ريلي لو انت قدرت تسمع ان شكوه العيان هي عباره عن اسبيراتوري سيمتومز بس ما عندوش جي اي تي سيمتومز، انت هتعرف شخص بالمنظري ارتر سلينج، يعني هتبقى شايف تبقى شاكك فيها. جود هيستوري اللي موجوده عندنا والكلينيكال سينس مهمين جدا في حاله الارش انومالي. الايكو ووز از ويل ريمين ذا جولد ستاندرد والفيرست ايميجنج ليها، لذلك بص على الايكو اسمع منها. لو انت بتشتغل في كروس ايميجنج اسمع من الكارديولوجيست، شوف الايكو بنفسك، اتعلم انك انت تقراه. كروس ايميجنج مودالتي مالتي سلايس سي تي والسي ام ار خلت الاورتيك ارش فيري ايزي ان هي تبقى موجوده اكشولي بقى باي برودكت ان احنا نقدر نعرفها. هو بقى في حاجات كتيره لو انت مش بتاخد هيستوري او كلينيكال كويس، زي مثلا الابارنس اوف كليفيا مع الابارنس اوف كليفيا الموجوده، هل ده انكمبليت رينج او باسكولار رينج او انكمبليت او كومبليت باسكولار رينج، انت مش هتعرف تجاوب على السؤال ده اذا كنت عارف كلينيكال بتاع. في روم تو اندرستاند الهيمودينامكس من خلال 3 دي موديلنج وال 4 دي فلو، دي حاجات جايه بعمق اعتقد ان هي في القريب العاجل. انا كده خلصت يا شباب، في حاجه